يعني اربعه بتوع الايه؟ بس انت بتقول البكتيريات 12 ونص واحده يلا خلصنا عشان نقعد عايزين ندخل في الفلوس نخلص بقى الكروت عندنا النهارده ايه الكربونيك والاورجانيك نعملها كومباريزن ناخد الكي وورد بتاعت الكربونيك او الفينيك ايه الكربونيك ده هناخد ايه اربع اسهم منه انا حتى مسميها بقى اعرف الكي وورد بتاعه ده بتاع الاربعه بتاع الاربعه ليه عشان خرجت منه اربع اسهم وبتاع الاربعه ليه عشان الفيتال دوز بتاعه 4 جرام حتى الفيتال بيريد اربع ساعات واربع ايام يبقى ده كله اربعه يبقى سميته الاربعه ليه؟ عشان خرج منه اربع اسهم حتى الفيتال دوز 4 جرام حتى الفيتال بيريد اربع ساعات واربع ايام خلاص؟ طب انا قلت اربع اسهم اول سهمين بينهم حرف اخر سهمين بينهم حرف اخر حرفين يعني اول حاجه بيعمل ليه تي ان اس تي بي اس اي بي سي الار ليه رينال ريسبيراتوري اكشن ال بيعمل لوكال انستيزيا السي بيعمل كوأجنتيف نكروزس يبقى انا قبل اليوم الامتحان كده في الاورا لو احتجت ان انا مزنوقه الساعه 12 حتى في الريتن احيانا بيتكلموني الساعه 12 انا لسه في نص التوكسيكولوجي هقول لك اقلب على طول على الكي وورد ومعاك ايه كذا حاجه هعلمك عليها في الاخر وبس وادخل قلبك لكن الفرنسك تراجع الاول بيذاكر الاول التوكسيكولوجي والاخر انت بقى وحياتك يعني معايا خلاص طب ايه بقى الاربع احرف دول؟ تعالى بقى نشوف اول حاجه السورس واليوزر ده جاي منين كول تار دريفاتيف واليوز بتاع ديس امباكت بينظفوا بيه الحمامات سميت الاوكساليك الكي وورد بتاعه الابيض يبقى ده الكي وورد بتاعه الاربعه وده الكي وورد بتاعه الابيض يبقى ده كله كله ابيض ليه؟ سميته ابيض لان بيتلخبط بالسكر والملح بيفتكروه عامل زي السكر والملح بالظبط فدي اول سبب انه عامل زي السكر والملح سميته ابيض ليه؟ لانه بيبيض النحاس وكل المعادن هو ده المبيض بتاع النحاس والحلل والحاجات دي ها فبنقول عليه مثل بولش بيصل المعادن سميته ابيض ليه؟ لانه بيبيض الناس اما يجي على لبسك انك او حاجه ما ينفعش تتشال بالغسيل العادي يقول لك حط في مواد معينه انك ريموفر بيبقى فيها اوكسالك يبقى سميته الابيض ليه؟ نمره واحد عشان خاطر زي السكر والملح ابيض عشان بيبيض الدنيا يبقى ادي عشان كده نسميته ابيض. طب ادخلي لي الكونديشن اوف بويزنينج، ايه الكونديشن اوف بويزنينج؟ اكسيدنتال سويسايدال وهوميسايدال. اكسيدنتال بتبقي اكسيدنتال دايما معايا اربع اسهم مختاري. تحب تختار ايه؟ شيلدرن طبعا وينفع وركرز ينفع وركرز لكن ما ينفعش لا ثيرابيوتك ولا اديك لا بتعالج ولا بزن حكيك ينفع اقول سويسايدل احلى حاجه عايزه تنتحري بيها فينيك على طول ليه فينيك؟ عشان لوكال انستيزيا مش هتحسي باي الم بنقول بالك وعشان ايه؟ رخيص سهل قوي وسهل انك تجيبيه نمره ثلاثه ايزي اوبتينبل يعني مش مجدول ولا حد هيقول لك لا انت عايزه فينيك ليه؟ لا روحي اشتريه ورخيص ومتناول ايد كل واحد وكمان ايه بيعمل لوكال انستيزيا ينفع اموت الناس بيه ما ينفعش عشان ريحته طبعا تعالى بقى الاوكزاليك الاوكزاليك مينلي اكسيدنتال لو انا سويسايدل هو ميسايدل بس رير ما سمعناش ان انا موتت باوكزاليك او التحت باوكزاليك ما بيجيش في مخي كده عندي موادات حشويه عندي حاجات ثانيه لكن اكسيدنتال اشمعنى اكسيدنتال؟ اصل لونه ابيض زي السكر والملح فعشان كده يمشي مع الشلدرن ويمشي مع الوركرز لانه بيتلخبطوا بيه. يبقى الدرس بتاعنا النهارده الابيض اللي هو سميته ابيض ليه؟ عشان لونه ابيض زي السكر والملح عشان بيبيض الدنيا. ده سميته اربعه ليه؟ بصي بقى عشان الفيكال دوز 4 جرام. وباله لا ده 15 جرام. الفيتال بيريد سميته اربعه ليه؟ لان بيموتك في خلال اربع ساعات او اربع ايام. فاكرين قلنا بيموتك في خلال اربع ساعات من ايه؟ ار اس وار اس. فاربع ساعات مات ريسبيراتوري فيلير، اربع ايام مات رينال فيلير. اخد زيه بالظبط يموتك من ريسبيراتوري رينال بس في خلال قد ايه بقى؟ ربع ساعه وفيو دايز. ها؟ يبقى ده 15 فيلير 15 مينت وفيو دايز. ده الفيتال دوز والفيتال بيريد.
يبقى ما يجوزك ايه؟ ارقاف وارقاف. مع السبيلاتري فيلر معلش حطوا لي كلمه كاردياك، اصل ليهم كاردياك باسكولار اكشن سواء ده او ده. يبقى يموت بدري من ارقاف وكاردياك، يموت بقى متاخر من ارقاف اللي هو المينالي. اول ما نقول طب كاينتكس، مش هنقول كاينتكس الدبشه، هيبتدي اول ما نقول الاكشن. ايه الاكشن بتاعنا وايه الاكشن بتاعنا؟ الاكشن بتاع الاثنين ما تنسوش انهم الاثنين غلابه بس تعبين، مايلد كروس بس تعبين انهم بيشتغلوا ايه ميكسد، يعني بيشتغلوا لوكال ريموت محل دخولهم واكثر ابزوربشن، عشان كده بنقول دول اللي بنسميهم كانوا ايه الاتيبيكال او الاورجانيك كروس. فاكرين الاتيبيكال او الاورجانيك؟ هم اي نعم مايلد بس تعبين. طب يعني بيشتغلوا لوكال وريموت تمام. طب يبقى نمبر 1 قولي لي اللوكال اكشن بتاع ده، نمبر 2 قولي لي الريموت اكشن بتاع ده، صح كده؟ طب انا معلماكي اول ما تسمعي لوكال، فاكرين الكي وورد بتاعت اللوكال؟ ستومك سكين سموك، ستومك سكين سموك. يبقى ادي اللوكال ستومك بعدين سكين بعدين سموك. طب تعالي قولي لي بقى كل واحده بتعمل ايه؟ انا هغش من فوق. يعني ايه هغش من فوق؟ حصل كده اول فهمين دول ريموت ايفكت، ثاني فهمين دول لوكال ايفكت، صح كده؟ طيب تعالى بيعمل في الاستومك ايه؟ هو فوق مكتوب ايه؟ كواجلاتيف نيكروزس وبيعمل لوكال انستيزيا، هو ده الاكشن بتاعه. طب في السكين بيعمل ايه؟ انا عارفه ان اي كروز بيعمل ايشرز وكمان بيعمل لوكال انستيزيا برضه. جميل. طب السموك مالوش سموك بس ليه سمال؟ ادي الاكشن بتاعه، يبقى انا الاكشن غشيتهم الفاهمين اللي فوق. Coagulative necrosis and local anesthesia. يدخل معدتك يعمل coagulative necrosis، بس خلي بالك ايه mild necrosis ما احنا كتبناها في الاول بقى. يعني المره دي يكلكع بس ما يقطعش ويرمي، يكلكع وهو في المكان، يعني يخلي الاستومك تخينه coagulated stomach protein وهي في مكانها، لا يقطعها ولا يعمل perforation لانه مايلد. يبقى هنا الكلكعه coagulation غير كلكعه مين؟ السلفوريك اسيد وشلات. ها؟ كلكعه هناك كان يقط with destruction with necrosis and perforation ويرمي. ده لا. يعمل ايه coagulation البروتين وهي في مكانها لانه مايلد غير قادر على destruction. خلاص؟ بس بيعمل ايه مشهور بيه؟ لوكال انستيزيا. طب يبقى الشله دي كلها انت اللي تنسيه مش قضيه، لكن لو كتبت لك كلمه كواجت اند كروز ولوكال انستيزيا بتاخدي صح. بس انا بقى انا ماشيه سيستماتيك وبغرامي، لكن كتبتش الكلمتين دول يعني يوم الامتحان ما رجعتش على الكربوني، بس رجعتي على الكي وورد اللي انت خدتي كتبتي كواجت اند كروز، هي دي اللي بندور عليها. خلاص؟ طب تعالي الريموت ايفكت. ايه الريموت ايفكت؟ السهمين التانيين بيعمل ايه؟ أول حاجة بيعمل سي ان اس افكشن، بيعمل يعني ايه؟ ستيميليشن اند بريشر. نمبر 2 بتقولي سي بي اس، أنا بغش من فوق أهو، كارديو فاسكولار دي افكشن أو ديبريسنت اكشن، ماشي أو افكشن، حتى لو نسيت جامعة كارديو فاسكولار افكشن كتر خيرك، أحسن واحد تاني يكتب لنا مش عارفة ليبر مثلا. خلاص؟ نمرة 3 بيعمل لي رينال فيلير. نمرة 4 ليه ريسبيراتوري ميكانيزم، هنعرف ايه ريسبيراتوري ميكانيزم، انا غشيتهم منين؟ الاربعة اسمهم اللي فوق رحت قايليهم. خلاص؟ عشان ما توهكش الاكشن اهو هقول الكلينيكال بيكتشر، فهمسح معلش الاوكزاليك دلوقتي. عشان يبقى قدامك الكلينيكال بيكتشر خلص بتاع مين؟ الكربونيك برمار. أول حاجة تعالوا انتوا ترجموا لي بقى الليلة دي كلها أترجمها إزاي؟ عنده بين أي نعم طبعا مش هو الكروز، ما أنا معلمك الكروز لازم يبقى فيه بين وفومتنج، يبقى عنده بين وفومتنج، بس بصي الكلمة اللي جاية زان ستوب،
يعني بين مامتي مجرد تومز تمبرري. ليه وقف؟ ليه وقف؟ ليه بين وقف لوكال انستيزيا؟ ليه مامتي وقف لوكال انستيزيا؟ يبقى بين مامتي لم ستوب. خلاص؟ طب انا بترجم كويس ان جلوكوز لوكال انستيزيا. طب انت بتقولي لي السكيب السكيب ايشوز. لقيت في السكيب ايشوز الايشوز بتاعته لونها براون لونه شوكولاته كده. ها؟ فنقول الايشوز بتاعته براون ايشوز. بيني وبينك هي اساسا وايت بس اول ما بتتعرض للهواء يحصل لها اوكسيديشن وبيكم براون. خلاص؟ فاكرين الايشوز بتاعت السلفوريك كانت ايه؟ سودا بتاعت الالكالي، ابيض بتاعت الهيدروكلوريك، ريد بتاعت النيتريك، يلو بتاعت الكربونيك براون. اول ما بشوفه بشوفه براون. خلاص؟ طيب فاضل لي كلمة سمال. يعني ليها سمال؟ الفوميتنج ليها سمال بس. يبقى انا ترجمت كده من اللوكال اكشن. خلاص ادخلي لي بقى على الريموت اكشن. الريموت اكشن حد عايز اللوكال على الصح عشان اطلع الريموت فوق بقى قدامك. تعالى بقى الريموت اكشن. الريموت اكشن اول حاجة عندي ايه؟ سي ان اس ستيميليشن اند ديبريشن. يلا يا احمد قول لي الكلينيكال بيكتشر تبقى ايه؟ ترجم لي كلمة سي ان اس ستيميليشن. جميل. طب ديبريشن يبقى عليه عرفت الار اس دي نوعها ايه بالثلاث كده نوعها ايه؟ سنترال اتريكس. جميل. هو احسن ذاكر حاجه هو فتح كربونيك في كده فتح الف بس في كلمه لازم اذاكرها. اذاكر ايه؟ عند السي ان اس ستيميوليشن يا احمد حط كلمه مايوزس وحط عليها سكوير وهايلايت هي دي اللي راجع عليها. لكن اراجع على ريستلسنس وكونفالجنز وإريتابيلتي وكده لا لا انا حاسب اكتر من الكتاب كمان. يبقى بس كل اللي قاله احمد بس فاضل كلمه ما قالهاش لانه ما ذاكرش كربونيك ريسك مايوز. يبقى ساعه ما تراجع تراجع على كلمه مايوز بس. السي ان اس ستيميليشن بيعمل مايوز. طب تعالى في الكارديو فاسكولار ديبريشن. يلا يا سلمى انا عملت الكارديو فاسكولار ديبريشن. كارديو فاسكولار افكشن يا ستي يحصل ايه؟ كارديو فاسكولار شوك ديكريس بامب ديكريس كومبريشن ده انحرق هيموت خلاص مش كده؟ طب بس دي كلمة انت ما كنتيش كربوني، ففي كلمة هتحطي عليها سكوير، كلمة اريزميا، أصله بيعمل اريزميا يا سلمى، فهي دي الهايلايت عليها. فاهمين؟ الترجمة اللي احنا متعودين عليها بس في كلمات بتاعت الكربوني. طيب، كلمة رينال فيلير، الدكتورة اللي جنب سلمى اسمها إيه؟ سلمى؟ طب يلا يا سلمى، قولي لي رينال فيلير، واحد عنده رينال فيلير، بتترجميها إزاي؟ أليجوريا. بلس اي بي سي زن انوريا بس انت ذكرتيش كربونيك اصل اليورين بيتحول اول ما يتعرض للهواء انتو جرين يورين. ليه جرين يورين؟ عشان بيطلع الماده بتاعته الميتابوليك برودكت اسمها هيدروكينون. الهيدروكينون دي ماده خضراء فنبص نلاقي البول بتاعه بقى لونه اخضر. يبقى انا ما بذاكرش كل حاجه انا بذاكر اللي انا حطيت عليهم هايلايت دول. اوكي؟ طب فاضل اخر حاجه بقى للسيراتي ميكانيزم. ايه الريسبيراتوري ميكانيزم بتاعته بقى؟ بيعمل ايه؟ بيعمل انكريز في الريسبيراتوري سنتر يخليك تعمل هايبر فنتيليشن. طب ما انا عارفه من الفاست باك هاند سنتويشن كان طول عمره يقول لي ايه؟ الاسيتك قبل ايه؟ الكاين الكربون دايوكسيد قبل البيكربونيت في جسمك عشان نبقى نفرز. طب انا ما اعرف اعمل انا بطرد مين؟ الكربون دايوكسيد. يبقى بص الكربون دايوكسيد نزل يبقى مين اللي عمل زايد؟ البايكربونيت زاد عشان الريسبيريشن بنسميها ريسبيراتوري الكالوز. ماسكين؟ مين اللي زاد عندك؟ البايكربونيت عشان الريسبيريشن بنسميها ريسبيراتوري الكالوز. الجسم مشكوره هتعمل ايه؟ هتقول لا ولا يهمك انا هنزل البايكربونيت في اليورين. هنزل البيكربونات في اليورين. طب اوفي اوفي شوفي الفرق ده الفرق كده اصل انا عندي هنا الفيلر ما بفهمش ابتديت انزله كله. يبقى نزلت البيكربونات اكتر من لازم. يبقى عندك مين اللي زايد دلوقتي؟ كربون دايوكسيد.
يعني اسيدوز بسبب الكلمه يبقى اسمها ايه؟ ميتابوليك اسيدوز. يبقى معلم عندك بقى الكابوليك بيعمل ميتابوليك اسيدوز مش عشان هو اسيد ده، لا عشان دي ميكانيزم على الريسبيراتور. فهمت الميكانيزم؟ حد عايزني اعيدها تاني؟ عنده اسيدوز ميتابوليك اسيدوز. شيرين عايزه تاني؟ عشان البيكربونيت الكيدني هتقوم منزله البيكربونيت في اليورين، فمين اللي هيزيد الكربون دايوكسيد؟ يبقى عندك اسيدوز بسبب الكيدني، ان الكيدني تقدر تنزل البيكربونيت. هتقول نفس الميكانيزم في السليم عارف الحته بتاعت السين اسيد ستيميليشن. بيعمل سين اسيد ستيميليشن او مين خلاص. ففي الاخر عمل لك ايه؟ ميتابوليك اسيدوز. اتعلم بقى عشان ايه؟ في سؤال متوقع السنه دي، تجميع كده ايه؟ بتلعب فيه مخه. ايه البايزنز اللي بيعمل لكم ميتابوليك اسيدوز يا ولاد؟ ادي اول بايز عشان لسه في جاي لنا السلسلين تجميعات. خلاص؟ طيب زي الاكستراي كده. بيعمل ايه كمان يا احمد؟ نعم. بيعمل ايه كمان؟ قالك بعض من الناس بيجي لهم ميتي موجلوبينيميا. يعني ايه؟ بيبقى عندهم فرك، عنده هو قدره انه يحول الفرك للفرك. خلاص؟ طب من كلامي كده بقى يبقى هنا بقى الكربونيك اسيد الكوز اوف ده ايه يا دكاتره؟ قلنا ار اس وار اس. بس اوعى تنسى في كارديوفاسكولار اريزميا بقى، مش كده؟ هنقولها ثاني كمان حاجه. كده خلصنا الاكشن والكلينيكال بيكتشر بتاع مين؟ بتاع الكربوليك. برضو قبل ما اقفل الكربوليك اخد البوست مورتم بيكتشر بتاعه عشان ما اتلخبطش. البوست مورتم بيكتشر بتاعه. يلا سلمى. وسلمى الدكتوره مين بقى اللي جنب سلمى؟ رضوى. يلا حبيبتي اكتب ايه البوست مورتم بيكتشر بتاعت الكربوليك؟ يبقى صار زائد س زائد 3 بي برين باسج بي ام تشينجز زائد لو سمحتي اللي بيبصي على الكلينيكال بيكتشر. يلا يا رضوى اسمعوا بقى. رضوى هي ما قريتش بوست مورت بيكتشر بتاعت الكربونيك، بس هي اتعلمت تالفها ازاي. سمعتي ليه سمال في الاستومك او سمال في السكين؟ جميل. يبقى اول حاجه ليه سمال حلوه قوي. هل عمل ألسر؟ عمل ده كروسس ها، ولكن سوبرفيشال ألسر. بس كمان عمل ايه؟ تخن الاستومك، فبنقول ثيكنينج اوف ذا ستومك، ثيكنينج اوف ذا جاستريك ميوكوزا، عمل قاعدة الجلوكوز تتخنها ها، ولكن ما عملش بيربريشن لان ده سوبرفيشال ألسر. جميل. سيد او تيبلس هو حبوب او بذور؟ قالت لا. هو عمل ايشرز؟ هو كروسك ولا حاجه؟ يبقى جميل. يبقى عمل ايشرز. فاكره يا رضوى لونها ايه؟ براون ايشرز. جميل. طيب انجكشن هو بيدمنه عليه؟ يبقى ما فيش. برين سمعت النهارده عمل سي ان اس؟ حلو. يبقى برين ايه؟ ايديما اند كونجكشن. الله ينور عليك. الباسجز سمعت انه موت من اسفكتيا ولا حاجه؟ ما دام عمل سي ان اس يبقى ديبرشن، يبقى انترنال اند اكسترنال ساينز اوف اسفكتيا. كلمه باسجز يعني اسفكتيا. البي ام تشينجز يا رب تحب تقولي فيها حاجه؟ هو موت من اسفكتيا يبقى الهايبوستيزس اكيد دارك بلو. يبقى ستة الهايبوستيزس اكيد دارك بلو. طب الكلينيكال بيكتشر لو سمحتي بصي على الكلينيكال بيكتشر، ينفع اقول حاجه للاموات؟ بصي على الاسم. صحيح والله عندك حق. شو بصي على الاسم تختاري ايه؟ ممكن رضوى هتقول ايه؟ الكواجلس النكروز. جميل. احنا كتبناها رضوى، احنا تقول انت فيها سيكنج اوف جاستريك ميوكوزا. ها في حاجه تاني؟ في حاجه رينال. برافو عليكي. يبقى انا شفت ايه؟ رينال افكشن، رينال نكروز، رينال انفلاميشن، رينال. فاهماني؟ اوكي؟ ممكن بعض من الناس يقول لك ايه كتبت كارديو فاسكولار احيانا كارديو فاسكولار ماشي طبعا بس بتبقى رايح. يبقى دي بوست مورتم بيكتشر اوف ايه؟ كربونيك. طب خلصنا بقى الاكشن والكلينيكال بيكتشر والبوست مورتم، تعالى ناخد بقى انا اشيل الكربونيك ورا بعض وبعد كده ايه تبقى ايه بقى عشان ما تلخبطش. ندخل على ايه
differential diagnosis. هو ده ليه differential diagnosis؟ ليه differential diagnosis. ايه differential diagnosis بتاعته؟ لو واحد جالك بثلاثة دي دخلك كوما ودخلك ازرق cyanosis ودخلك كمان constricted beauty. تفتكري تفكري في ايه؟ يبقى لو واحد دخلك بالثلاثة دي دول افكر في حاجات معينة. افكر في مين؟ طبعا المورفين والاوبيوم اللي هنقوله النهاردة. نمرة اتنين الكربوليك بتاع النهاردة كربوليك اسيد صح؟ اعملهم كده اعمل لك جدول الديفراكشن دايجنوزس. عندك اول واحد الكربوليك اهو كربوليك اسيد. عندك تاني واحد المورفين. ثالث واحد ده اسمه الاورجانوفوسفورس. ايه الاورجانوفوسفورس ده؟ انسكتيسايد دوبون تاين هامر. يبقى ده الديفرنشال دايجنوزس بتاعه. خلاص؟ اول ما اشوف الكربوليك كده بيفكرني بحاجتين، بيفكرني بسمال وده بتاع الجرين يورين. المورفين اول ما بشوفه ده بتاع الشكشكه، يبقى ده بتاع الليدل بريكس. الاورجانوفوسفورس اول ما هشوفه واول ما هتدرسه هتعرف ده اللي يدخل لك من الباب تعرف اورجانوفوسفورس ليه؟ كركرف بطنه، عارف لما تسمع صوت بطنك وانت جعان او انت عندك مغص او انت هو ده كركرة شيشه وهو داخل على الباب من هنا بطنه مش سكريشن عنده فظيع الانتستاينال سانس. البونتاين هامر بيفكرني بايه؟ بيفكرني انا ايه اللي جابني هنا؟ توكسيكولوجيكال اناليسيز الوحيد اللي هيبقى نيجاتيف. تاني حاجة المشهور بالشلل الرباعي الكوادريبليجيا المشهور بالهايبرتنشن والهايبرثيرميا. يبقى كل واحد ليه حاجة مميزة بيه. بمعنى أنا هاخد الأيتم دي وأعملها جدول. بمعنى نمبر 1 هاخد أول حاجة سمل. هل الكربوليك ليه سمل؟ طبعا ليه كاركترستيك سمل. المورفين ليه سمل؟ لا، ولكن حاجة اسمها الافيون اللي ليها سمل عشان فيها مادة اسمها نيكونيك اسيد. فاكرين الاوبيوم بتاعة البنات الفيركم؟ ها احنا هنعرف حالا ان الاوبيوم والمورفين من نفس العيلة فليها ريحة. الاورجانوفوسفورس سمعتوا الاورجانوفوسفورس ليها ريحة؟ جارليك الثوم. البونتاين هامرج ملهاش ريحة. يبقى أول حاجة أنا خلصت الإسمنت. تاني حاجة جيت على اليورين. الوحيد اللي اليورين بتاعته مميز هو الكربوليك الوحيد اللي لونه أخضر أول ما تعرضيه للهواء. أول ما يتعرض للهواء يخضر. طب يبقى أنا خلصت أول تو أيتمز اللي هما مين؟ الإسمنت واليورين، مش عايزاهم خلاص. طيب دخلت على ثالث أيتم. ثالث ايتم اسمه ايه؟ النيدل بريكس. الوحيده اللي بتتاخد بنيدل بريكس المورفين، اما الليله دول ما فيهمش نيدل بريكس. الوحيده اللي فيها نيدل انجكشن هي المورفين بس. طب دخلت على نمره اربعه. الانتستاينال موتيليتي او الانتستاينال ساوند. الوحيده اللي ليها انتستاينال موتيليتي الاورجانوفوسفورس زي ما قلنا. خلاص الباقيين لا. وصلت على نمره خمسه. ايه نمره خمسه بقى؟ خلصت النيدل، خلصت الانتستاينال سام، وصلت على نمره خمسه التوكسيكولوجيكال. اخدت بقى الثلاثه اللي في الاخر دول التوكسيكولوجيكال اناليسيس. كلهم يطلعوا بوزيتيف، الوحيد اللي يطلع نيجاتيف البونتاين هامرج. يبقى لو عملت توكسيكولوجيكال اناليسيس كلهم يطلعوا عندي. الوحيد اللي ما يطلعش هو المرض فونتاين هامري مش الشبع. نمرة ستة الوحيد اللي عنده increased blood pressure increased temperature ها و ال كوادريبليجيا اللي هناك. ليه؟ لان كلهم سب نورمال temperature. هتسمعي كلهم ها سب نورمال temperature لشوك وبلاد بريشر تحت وما يعملوش حاجه في اللبس، اللبس بتاعتهم نورمال. اوكي؟ يبقى كده خلي بالك بقى الجدول ده بيتكتب فين؟ الجدول ده بيتكتب في ثلاث دروس في الكربوليك والمورفين والاورجانوفوسفورس. يعني لو شفت درس مورفين لازم يتكتب، لو شفت درس اورجانوفوسفورس لازم يتكتب. خلاص تمام؟ كوادريبليجيا هو في الاخر كله في الاخر والتمبريتشر والبلاد بريشر.
اما التنين اكتب اللينس نورمال، التنين سب نورمال بلاد بريشر سب نورمال تمبريتشر. خلاص؟ طب يبقى كده خلصنا ايه الديفرنشال دايجنوزس بتاع الكربونيك. وصلنا لايه بقى عشان نقفل الكربونيك خالص؟ خليك انت وانت مذاكر ذاكره جد. خلاص؟ طب وصلنا بعد كده للانفستيجيشن. يلا يا زين قول لي ايه الانفستيجيشنز اللي عملوا بتاعت الكربونيك. اول حاجه قال لي خدي السامبلز. ايه السامبلز دي؟ حسب ليفنج او ده الليفنج بتاخد منه ايه؟ فوميترز. يبقى الكوارث. الداد بتاخد منه ايه؟ ايوه باخد منه برشوره. جميل. طب نمره اتنين ها ايه الروتين دي؟ الالكترولايت و والبلاد جيل. جميل. نمرة ثلاثة ها اللي هي سبيسيفيك. جميل. ايه اللي سبيسيفيك دي؟ بدور على ايه سبيسيفيك؟ بدور على البوينت نفسه الكربونيك نفسه. وايه؟ والجوز اوف ذات. مش كده الولاد ماشيين معايا؟ انا شغاله كربونيك اهو. طب اما اجي ادور على الفايزل هلاقي انه اتكسر. يبقى قال لك دوري عليه في البول اسمه ايه؟ هيدروكينون اللي بتعمل ايه؟ تعمل البول اخضر الميتابوليك برودكت. ودوري عليه في الدم اصله بيعمل ماكي موجل بنيميا. يبقى دوري على الماكي موجل لكن هو شخصيا مش هتشوفيه. دوري على الكوز اوف ده. انا معلماكم الكوز اوف ده ايه؟ فكروني. ار اف وار اف وكارديو فاسكولار. ريسبيراتوري فيلير خلاص قلتها. الدراج جاز. يبقى رينال فانكشن. يبقى اعملي لي رينال فانكشن واعملي لي الاي سي جي عشان الهارت. الكلام ده طبعا لو ليفنج. خلاص؟ يبقى رينال فانكشن واي سي جي. يبقى خلصنا الانفستيجيشن. وصلنا بقى لاخر حاجه التريتمنت. ازاي تعالجي كربونيك اسيد؟ في افكت كده من حمل الفيروس زي النيترايت. ار اف وار اف وكارديوفاسكولار. ريسبيراتوري فيلير ورينال فيلير وارثمي. مش كده؟ الاريثمي عملت اي سي جي. الرينال فيلر عملت رينال فانكشن. ريسبيراتري اوريدي عملت بلاد كيس. يبقى انا خلصت كده الكوز بتاعي. روتين يا بابا. انا بشتغل روتين. لحسن يطلع انا في مخي كربونيك، طلع مش كربونيك ودفن الجثه اجيبها في الشباب بقى. ده في عندنا ناس يعني بتشتغل على عالي. بتشتغل على عالي يقول لك ما بعرفش اعمل اللي انا في المحكمه يقوموا مقاطعين يضربوها تقريبا. انا ما خدتش ليه من الايه؟ ما خدتش ليه مش مهم. الطبيب الشرعي اللي قدامها يقوم ضاربها ياخد لها الديفكتات بقى. ياخد لها الديفكتات. دي ما خدتش من البرين شفتوا؟ دي ما خدتش من الكدني شفتوا؟ عندنا مفاصل كانت هتظهر منه ويطلعوا براءه ويبقى انت تقرير فشيك. لان هتجيب منين؟ خلاص دخل القبر بتاعه والعفش هتجيب منين تاني؟ وصلنا بعد كده اخر حاجه بقى ايه التريتمنت بتاع الكربون. يلا جنب شيمان دكتور اسمها ايه؟ يلا عبير قولي لي اخر تريتمنت ازاي؟ جميل. سبورت الاير سيمتوماتيك نمبر 2 اي سي جي نمبر 3 اللوكال انتي دوت. جميل. نمبر 4 ذات ذات الليمو كارديوجن. الله ينور عليك. نمره 5 فيزيولوجيكال انتي دوت. اكسلنت. حلو قوي. صح. يلا حبيبتي سيمتوماتيك سبورت سوري هو هيؤمن ار اف وار اف واريثميا. يبقى عندك ريسبيراتوري فيلير وعندك رينال فيلير وعندك اريثميا. كير اوف ريسبيريشن اللي هي اول ايه؟ اي بي سيز. فاكرين؟ بقوم كديها يعني ها. يبقى بتاعت الريسبيريشن الاير واي بتاعت البريزنج. السيركيليشن
حتى لو كتبت بتاعت الشوب ماشي، بس قوي يديني انت اريتمنت دروك. احنا بنتكلم على ارتمنت. الرينال فيلير تعالجيها ازاي؟ تعرفوا الرينال فيلير بتتعالج ازاي؟ بعد الاسبورتين ريستريكشن. طب وصلنا بعد كده للسيمتوماتيك. هل في سيمتوم احب اغيرها؟ قال لك اه الميثيموجلوبينيميا رجعيها الفرك، رجعي الفرس. علمتك الفرس يرجع للفرس بايه؟ فيتامين سي. مكتوب لك ميثالين بلو في ناحيه، انا كتبت فيتامين سي صح؟ خلاص. طب عايز تعمل عبير لو سمحتي تعملي امثل في الدرس ده. ده الجستريك لافاج قصدك؟ اللافاج مسموح بكاف دي اندو تروكيلتشو. ليه؟ ليه بكاف دي اندو تروكيلتشو؟ ده مال كروز. لانه رابط اونست اوف كوما، بيدخل كوما على طول. عشان كده الامثل از كونترا انديكيتد. الامثل لا، لكن اللافاج اه بس بشرط مشروطه ريلاتيف. ها؟ كاف دي اندو تروكيل. طب خلي بالك بقى، دي ممكن تجيب لك دي بريزن فور. ليه الجستريك لافاج مسموح ولازم واذا ما الله ينور عليك؟ يبقى نمبر 1 عشان الفوميتنج از ابسنت، ما فيش فوميتنج عشان اللوكال انستيزيا. نمبر 2 لانه ليه ريموت اكشن، فلازم تلحقي باللباس عشان ديكريز الابزوربشن. نمبر 3 لانه مايلد كوروسيف وحنين، ده بالعكس ده بيعمل ثيكنينج اوف جاستريك ميكوزا، يعني نو فير اوف بيرفوريشن. يبقى ده جيب ريزن مشهور جدا جدا جدا. الجاستريك لافاج از بيرميتد ان، ها، مسموح به في حاله مين؟ الكربونيك اسيد. ليه؟ لانه حنين وما بخافش من البيرفوريشن. لان ليه ريموت اكشن بخاف من ابزوربشن. فلازم ثالث حاجه لان الفوميتنج عكس يا اولاد بتاعت مين؟ بتاعت السلفوريك اسيد. السلفوريك اسيد مش مسموح، خايفه من البرفوريشن والفوميتنج ايه موجود. هنا لا، الفوميتنج مش موجود ومش خايفه من البرفوريشن، وكمان ليه ريموت اكشن. بس الشرط كابت اند دي شرط، لكن لازم اعمل جسد كلوباس غصب عنك، لازم اعمل. خلاص؟ طب يبقى دي اللي احط عليها سكوير، هي دي اللي طلعت اللي انا لازم اراجع عليها يوم الامتحان. يعني انا لغايه دلوقتي في حاجه هراجع عليها يا شيخ؟ هتراجع على الشارات الفيلير ولا رينا الفيلير ولا الاريثما ولا شوف كده تضيع وقتك. نسيت الميثيموجلوبينيميا ولا ربع درجه هنقصها؟ لكن نسيت ليه اللافاج مسموح خلاص؟ يبقى دي اللي تتذكر. طب ليه لوكال انتيدوت مش هو كوروسيف؟ القطعي اللبن دايما عندنا ايه؟ اللبن. بس انا معلماك لو اتسممت في الحمام بالفينيك جيب له حاجه من، يبقى لازم الكول. الالكول وظيفته ايه؟ ديزولفنت، يدوبه. طب ما كده هيمتص على طول، يبقى لازم رابط ليوش. يبقى انا بدوبه بده بس بشرط رابط ليوش زي ما قلنا في شابتر 1. خلاص؟ طب اقف بقى عند الملك. الملك هنا الرول بتاعه ايه؟ دي مالتن كوتنج. لا بس دي رول تاني، انه يعمل ايه؟ اللبن بينزل يضحي بنفسه، يقول له انت كربوليك بتحب السمك على ايه؟ بتحبها عشان عندها بروتين وبتحب تجلط البروتينات؟ طب خلاص سيب السمك بروتين وجلط البروتينات بتاعك يا ابني. يبقى الملك جاي ليه؟ تستار بالستومك بروتين، عشان تسيب الستومك بروتين. انا بالنيابه انا الايه؟ هبدي الستومك بروتين. يبقى النهارده الميلك ليه رول تاني، تو بي كواجيوليتد باي كاربوليك تو سبير ذا ستومك بروتين. ده جيف ريزن ليه اللبن بتدينا الكربوليك. يعني هنقول سؤال في الاخر، انا اديت لبن للسلفوريك اسيد ليه؟ دي مرضى تقول لي اديتي لبن للكربوليك اسيد ليه؟ تو سبير ذا ستومك بروتين. قبل دي مرضى تسبير الستمك بروتين عشان يسيب الستمك بروتين ويجلط في البروتينات بتاعته. اديك لبن للاوكزاليك اسيد ليه؟ حاجه ثانيه، سبب ثاني خالص. خلاص؟ طيب وصلنا للدايالسيس والدايالسيس والهيمو بيرفيوجن. طبعا ده عنده لينا كيميا، فدايما نقول دايالسيس اند هيمو بيرفيوجن. ليه فيسيولوجيكال انتيدوت؟ الحمد لله ما لهوش، خلصت الكربوليك خالص. يبقى انا الكربوليك وانا خارجه يبقى عارفه ان ده الكي وورد بتاعه ايه؟ الاربعه. سميته الاربعه ليه ثاني؟ أربع أسهم، إيه الأربع أسهم؟ السي، سي الأس، سي دي أس، الأر، رينا ريسبيراتوري. ادخلي على اللوكال بقى.
لوكال انستيزيا كواجلتيف نيكروزس. سميته أربعة ليه؟ عشان أربعة جرام وأربع ساعات وأربع أيام. خلاص؟ طب الإيه على الأوكزاليك؟ كنا وقفنا في الأوكزاليك لغاية فين؟ لغاية الأكشن، صح؟ لما تيجي تذاكرهم يا ولاد تذاكر زي ما قلت لكم جدول كده. يبقى الاوكزاليك قدامك اهو. حد فاكر انا اديته كلمه الابيض، ليه سميته الابيض؟ عشان شكل السكر والملح. ليه سميته ابيض كمان؟ يبيض المعادن ويبيض اللي. طيب يبقى انا بجمع كده سميته ابيض ليه؟ ادي واحد واثنين، ادي بيبيض الدنيا كلها وعشان عندي السكر والملح. طيب انا وصلت لايه بقى؟ واقف عند الاكشن، صح؟ ايه الاكشن بتاع الاوكزاليك؟ الاكشن بتاع الاوكزاليك بيقول لك انا زي اخويا مايلد، انا بشتغل ميكسد، انا تعبان بس مايلد. ها؟ انا مايلد فور اوبن بس ميكسد زي اخويا. بشتغل ايه؟ بشتغل لوكال اند ريموت زي اخويا برضه. خلاص؟ انا هكتب الاكشن بتاعه هنا بقى. عشان احط الكلينيكال بيكتشر قدامه بقى. يبقى ادي الاكشن بتاعه نمبر 1 بشتغل لوكال، نمبر 2 بشتغل ريموت. جميل؟ طب بشتغل لوكال انا معلماتي يعني ايه لوكال؟ ستومك سكين سموك. ستومك سكين سموك. طب والريموت؟ قال لك انا بشتغل على الابيض، بحب الابيض، مين الابيض؟ ده اللبن، بموت في اللبن. هو مين اللي جوه اللبن يعني؟ كالسيوم. يبقى طول عمره بيحب برضه شغلته على الابيض، يدخل يتحد مع الكالسيوم. يعمل ايه؟ قال لك هيعمل سهم يمين وسهم شمال. هيعمل لك ايه اما يتحد معاه؟ يطلع لك حاجه اسمها كالسيوم اوكزاليت كريستال، وبالتالي يعمل لك ديكريس كالسيوم، يقلل لك الكالسيوم، يقلل لك الفري كالسيوم. يبقى اما اتحد مع الكالسيوم عمل كالسيوم اوكزاليت وقلل الكالسيوم. الناتج، الناتج من الكلام ده ايه؟ الناتج من الكلام ده نمبر 1 بتقولي ديكريس كالسيوم، يعني عمل كونتراكشن اوف اول ماسلز. الظهر هنبقى عاملين زي التسامين. يبقى ادي اول سي كونتراكشن اوف اول ماسلز. بتقولي ها ديكريس كالسيوم، ديكريس كالسيوم. طب انا عارفه ان الهارت عايز كالسيوم عشان الكونتراكتيليتي. يبقى يا عيني عمل كاردياك اريست، وقف لي القلب. يبقى عمل كونتراكشن اوف اول ماسلز بس عمل لي كاردياك اريست. عمل ايه كمان نمره ثلاثه؟ ثالث سي ده انت بتقولي كون كالسيوم اوكسيديت. سبجكت مين؟ كولكتنج تيوبيولز اوبستراكشن. كولكتنج تيوبيولز اوبستراكشن يعني رينال فيلير يا دكاتره. ها؟ يبقى اما دخل بيحب الابيض، بيموت في الابيض، بيموت في اللبن، بيموت في الكالسيوم. اتحد مع الكالسيوم عمل سهم يمين وسهم شمال. عمل كالسيوم اوكسيديت كريستال وفي نفس الوقت قلل الكالسيوم. الناتج الثلاثه سي ما عادش فيه ها كارديك كونتراكتيليتي، يبقى كارديك ارست. ده عامل زي التاني يبقى كونتراكشن اوف اول ماسل. عمل لي ايه؟ كولكتيف تيوبيولز اوبستراكشن بالكالسيوم اوكسيليت كريستال. عمل لي رينال فيلر. خلاص؟ عرفت الاكشن قدامك؟ ترجمي لي كلينيكال بيكتشر. يعني ايه بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت الاوكسيليت؟ نمبر 1 بتقولي لي لوكال اثر عن الاستومك. ما هو كروسيف وانا معلمك احسان الكروسيف بيعمل ايه؟ اي بروسس في الدنيا يعني ايه في المعده؟ بين الفوميتنج، بين الفوميتنج. يبقى بين بلس فوميتنج هو اخوه. كنت بكتب ايه؟ كربونيك. كتبت ايه؟ سلطاب. ليه الطب؟ لوكال انستيزيا. لا ده بيكمل لغايه ما يوصل للشوك بقى. ها؟ بيكمل بين الفوميتنج ويعيش حياته. خلاص؟ طب عملت الاسكيب حتى يا ربي القشرز بيضة. عرفت نسميها ابيض ليه؟ بياض الدرس كله. حتى الفوميتنج يا ولاد ابيض، وايت كالسيوم اوكسيليت كريستال. يعني بصي الدرس كله ابيض النهارده. فوميتنج كالسيوم اوكسيليت كريستال. القشرز بيضة. اوكي؟ ليه سموك؟ لا مالوش سموك. يبقى انا خلصت اللوكال. دخلت على ريموت لانه بيحب اللبن، بيحب الكالسيوم، ده الدرس بتاع الكالسيوم. طب عمل ايه بقى ريموت ايفكت؟ تعالي نفكر. اول حاجه قلت كونتراكشن اوف اول ماسلز، مش كده يا جماعه؟ كونتراكشن اوف اول ماسلز اترجمها ازاي؟ كونتراكشن اوف اول ماسلز اقول عمل
contraction وconvulsion contraction وconvulsion وعامل زي التدري بيسموه ايه كاربوبيدال فاز عامل زي القرد بقى ها عامل زي التدري هايبوكالسيميك تدري يبقى هايبوكالسيميك تدري contraction convulsion يعني انا مش لازم اكتب convulsion ممكن اكتب contraction ممكن اكتب كاربوبيدال فاز ها بس يعني على انهي مطل respiratory مطل يموتني من حاجه اسمها peripheral asphyxia بقى يبقى عمل لي contraction of all muscles ده لو انت معاك واحده اهو يبقى بص انا بيضت ايه بقى بيضت البوميك مش كده هنا في اللوكال انا بتاعت بيضت البوميك بيضت الايجن بيضت ايه كمان بيضت اليورين كابتن اوزن يبقى ده كله ابيض يعني بعد ما خلص كل ده انا ما نسيت كلمه الابيض الكيورد الابيض يبقى احنا بنقعد ندور كتب لنا كابتن اوزن كريستال واحد كابتن اوزن كريستال في البوميك في اليورين ما هي دي علامات بتاعت الاوزن خلاص الايش بتاعته بيضه بتاعت محضر الشغل على مين من الاول بلس كالسيوم شغل على اللبن او شغل على الابيض اللي احنا دايما نقول ايه الكالسيوم او اللبن طب وصلنا بعد كده للبوست مورتم بيكتشر يلا يلا يا بيبي يلا يا بيبي قول لي البوست مورتم بيكتشر يلا بيه اكتب ايه يا بيه صوت زيت صوت زيت البرين فاسجر بيه قابل شيد زيت كلانيكا فيك يلا نسي سمات الاوكزاليك اسم دي سمال جميل ملوش سمال اوكزاليك اسم بيعمل انصر كروس بس ايه برضو مايل سوبرفيشيال انصر بس اوعى تنسى ان معدته فيها وايت كالسيوم اوكسالات كريستال طب الاف سيد او تابلت جميل عمل قشر دماغي لونها ابيض يبقى وايت قشر حلو قوي طيب عمل سايتو بانجكشن ادمان
حلو. عمل حاجه في البرين. سمعنا النهارده في اوكسالي جبنا سيره برين خالص، يبقى ما تقوليهاش. عمل حاجه في الباسجن، جاب اسفيكسيا. ها عادي ما دام اسفيكسيا يبقى انترنال اكسترنال ساينز اوف اسفيكسيا. نمره اربعه بوست مورتم تشينجز هايبوثيسيس. اكيد ايه بتاع تشابتر 3 اكيد لونها بلو هايبوثيسيس. حد يحب يقول حاجه كمان؟ الرايجر مورتس بتيجي بدري. ليه بتيجي بدري؟ لانه كونفولجن كونتراكشن. خلاص بلس كلينيكال بيكتشر. لو سمحت بص في الكلينيكال بيكتشر في حاجه تنفع للاموات. جميل، شفت الكيدني اوبستراكتد وفيلير، شفت الكيدني افكشن واوبستراكتد بالكالسيوم اوكساليت وممكن الهارت كمان. شفنا ايه؟ دايليتد هارت. بتبان في البوست مورتم انه واقف لنا كده دايليتد هارت او بتبان. يبقى انا اخدت دايليتد هارت. فهمت يا ولاد البوست مورتم بيكتشر بتتقلب ازاي؟ ها؟ حتى لو حد قال لك لا مش مطلوبه، لا مش عارفه ايه، في كام واحد كده صحح الموت البوست مورتم. خلاص عشان كارديك عرفت ايه دايستول. اوكي؟ طب وصلنا بعد كده ايه؟ للانفستيجيشن. قبل ما اقول الانفستيجيشن، حد يفكرني بحث. احنا عاملين جدول وانت بتعمل الجدول بتاعك، صح كده؟ ادي الجدول بتاعك اهو. ادي كوز اوف ده للكربونيك وادي الاوكسيد. صح كده؟ يلا يا محمد. احمد معلش. هيا احمد قول لي ده بينقص من ايه وده بينقص من ايه؟ ار اف وار اف وهنا برضه ار اف وار اف. تحب تزود حاجه؟ كارديك هنا وكارديك هنا. جميل، كارديو باسلر وكارديو باسلر. طب لو سمحت ديفرنشي. جميل، الريسبيراتوري هنا سنترال اسيكسيا، امال هنا؟ بيريفرال اسيكسيا. الكارديو باسلر هنا يا احمد؟ اريزميا. امال هنا ارست ان دايستول. طب الرينال فيلير هنا دايركت نيفروتوكسيك، امال هنا اوبستراكتيف رينال فيلير. يبقى لو جالك ها ديفرنشيت بين الجزء ده والجزء ده، الاثنين اخوات والاثنين بيموتوا من نفس السبب بس الميكانيزم. خلاص هناك هنا سنتر، هنا سريفكن، هنا اريزميا، هنا اراس، هنا دايركت نترو توكسيك، هنا اوبستراكتيف رينال. طب وصلنا بقى للانفستيجيشن. للاوبزاليك ليه ديفرنشال دايجنوزس اعرفه مؤقتا كده مش انا مسميه الابيض. الديفرنشال دايجنوزس مع معدن لونه ابيض، الزرنيخ عندنا من المعادن المشهوره وايت باودر. بفرق بيهم ازاي؟ بعمل تست اسمه راينش تست. الراينش تست دايما بوزيتيف مع الميثل، نيجاتيف مع الاوكساليك اسيد. تاني في حاجه في المعده ممكن تلاقيها بيضة غير الاوكساليك اسيد، معدن اسمه الزرنيخ، الارزك من اشهر المعادن اللي عندنا وايت باودر. فيقول لك افرق ازاي؟ شفت حاجه بيضة هنا وحاجه بيضة هنا، افرق ازاي؟ اعمل راينش تست. الراينش تست تقول لي بوزيتيف ويز ميثل، نيجاتيف مع اي حاجه نجدت معكم بتاعتك ما تطلعش. خلاص؟ يبقى الراينج دي بتاعتي معايا. طب وصلنا بعد كده ليه؟ الانفستيجيشن. ايه بقى الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن خلاص بقى احنا كبرنا، يعني نمره واحد واثنين سامبل دورتين خلاص مش هكتبهم. انا دايما بدخل على نمره ثلاثه لان هي دي اللي تخصني. ايه ثلاثه دي؟ اللي هي السبيسيفيك، اللي هي بدور على الفايتن والكوز اوف ديث دايما، مش كده؟ الفايتن هنا قالك بتدوري عليه، طب انت مش هتشوفيه بس هتشوفي اثاره. يعني ايه؟ يعني في البلاد هتلاقي ديكريس كالسيوم، ما عنده هايبوكالسيميا، وممكن في اليورين تلاقي ايه؟ كالسيوم اوكساليت كريستال، هي دي اثاره. فاكرين في الكربونيك كان اثاره ايه؟ في البلاد واليورين برضه، في البلاد ماشي ممكن بنيميا، في اليورين
الجرين يورين الهيدروكينون، بدور على الهيدروكينون. يبقى هنا بدور على الاثار بتاعه الكربونيك والاكسيد، مش هما شغالين خلاص. طب الكودوف ده ها اكتب ايه بقى؟ زي اقول الاي سي جي والرينال فانكشن تيست، زي اقول بالظبط الاي سي جي والرينال فانكشن تيست. طب وصلنا بقى لاخر حاجه ايه؟ التريتمنت، ازاي تعالجي الاوكساليك اسيد. حتى يا رب ما اجي اعالجه هعالجه بالابيض، يعني هعالجه بايه؟ بالكالسيوم برضه واللبن، علاجه كله ده كله ابيض. طب ايه التريتمنت بقى؟ متفقين اول حاجه سبورتيف انسيمتوماتيك الاي سي جي لوكال انتي دوز 4 ضربات في الدراسه الانفرتيشن 5 ضربات في الانتي دوز. يلا يا اولاد اول حاجه سبورتيف هيموت من ايه؟ ار اس وار اس والهارت. يبقى عاملين الاي بي سيز عادي من شابتر 1 بالتفصيل والرينال بيز. سيمتوماتيك عنده كونفولجن، ما تديله فاليوم، فاليوم اللي هي الدايزيبات، دايما بنشتغل بالدايزيبات اللي هي مشهوره من عيله مين؟ الفاليوم دي من عيله مين؟ بنزو دايزيبات. يبقى دايما بنشتغل بيها، اي كونفولجن ادي دايزيبات. نسيتيها مش قضيه، بس السبورت لا. طب عايزه تعملي اي سي جي اعملي. هنا اصله مايلد كروسز، مفيش خوف منه خالص، تمام؟ مش هيعمل مشاكل عادي، بس احنا متفقين دايما لو البني ادم جاي لك كوما دايما بايه؟ كفد اندوتراكيال تشوب. تعالى بقى اللوكال انتيدوت، حتى يا راجل اللوكال انتيدوت ابيض، يعني ايه؟ اللبن، اي حاجه فيها كالسيوم، اي حاجه فيها كالسيوم، لايم ووتر، شوك، كالسيوم كربونيت، اي حاجه فيها كالسيوم. ليه بقى؟ هنا الكالسيوم هيعمل ايه بقى بتاع اللبن؟ الكالسيوم هيتسحب مع الاوكزاليك اسيد عشان يعمل له ايه؟ في معدتك يعمل له ماده اسمها ايه؟ كالسيوم اوكزاليت كريستال ديبريسيبيتيشن انسوليبل بريفنت ابزوربشن. يبقى هنا اللبن اديتهوله ليه؟ تو بريسيبيتيت ذا اوكزاليك ان فورم اوف كالسيوم اوكزاليت اند بريفنت ابزوربشن. يبقى سؤال بقى رول اوف ميلك ان سلفوريك كوما كربونيك كوما اوكزاليك. في السلفوريك ديمانسنت قول لي كربونيك ديمانسنت اند ها سمك بروتين. في الاوكزاليك ديمانسنت ديمانسنت برضه اند تو بريسيبيتيت. هنا بقى شغال بريسيبيتيت تو بريفنت ابزوربشن. يبقى هنا شغال بريسيبيتيشن تو بريفنت ابزوربشن. طيب حالا لا لسه ده من جوه ده من جوه. تعالى بقى دارس الدولارس ماشي عشان عنده رينا الفيلير. وصلت بقى للفيسيولوجيكال انتيدوت اللي انت بتسال عليها. فيسيولوجيكال انتيدوت يعني الدم. اديله ايه؟ حتى يا رب الفيسيولوجيكال انتيدوت الابيض كالسيوم جلوكونيت عشان امنع ايه بقى؟ الهايبوكالسيميا، عشان اعالج الهايبوكالسيميا. ها كالسيوم جلوكونيت 10 سي سي 10% لازم تحفظي جرعتها 10 سي سي 10%. ده دايس عادي معذورين فيه عادي خالص. يبقى كالسيوم جلوكونيت هو ده. يبقى خلي بالك بقى اللي انا اشتغلت بيه اوكي، بس اسمحوا لي بقى يبقى نمبر زيرو كالسيوم از لايف سيفينج. كالسيوم از لايف سيفينج، اول ما اشوفه احقني له كالسيوم وبعدين اشتغل. فاكرين المره اللي فاتت قلنا نمبر زيرو في السلفات مور في ادراسيل. يبقى انت لما تيجي تدخل على موضح كده تريتمنت اوف اوكسالت كالسيوم از لايف سيفينج هيقلب لك على حاجه مش هيكمل معاك. هو عايز يوصل الكالسيوم، ما ينفعش اقعد اعمل سبورت للريسبيريشن وهو بيموت من هايبوكالسيميا. ايه هايبوكالسيميا انتظر. يبقى اول حاجه كالسيوم وبعدين كمل شغل خلاص. يبقى احنا سميناه الابيض ليه بقى؟ اكتب معايا الاوكزاليك سميناه الابيض ليه؟ زي السكر والملح وبيبين كل الدنيا. سميته ابيض ليه؟ ساعة ما جه اشتغل اشتغل على ايه؟ الاكشن كالسيوم. حتى كلينيكال بيكتشر فوميتس ابيض، يورين ابيض، ايشرت ابيض، حتى لما جيت عليك البوست مورتم بيكتشر كله ابيض، حتى لما جيت عليكته عليكته بايه؟ اللبن والابيض الكالسيوم. يبقى كالسيوم من بقه عشان تشرب. كالسيوم انجكشن عشان تتريت الهايبوكالسيميا خلاص. طب ندخل بقى على البلانت، هناخد واحدة بس اللي هي المورفين. هو دايما كوبي
بصي برضه انا قلت دي مصر كمان في المستشفى. هو دي مصر في كل الكربونيك اول حاجه الضم بنسميها اسم الكالويد. فاكرين في معلومه خدتها ان الفلاورز كلهم بيشتغلوا غار بعيد عن مكان دخول افضل زير ابزوربشن. دي معلومه كانت قديمه بيموت عليها. بعض الفلاورز كده زي الفيجيتال ممكن تشتغل على الطماطم بس معظمهم فار فلاورز ايكوال فار بيموت عليها. اسم البلانت ايه اسمهم الثاني الكالويد. يعني ايه اي؟ اي يعني سيميلر شبيه للبلانت. ليه سميناها شبيه للبلانت؟ عشان وجدنا ان الالكالين طول عمرها علموني اول ما يتحد مع الاسيد يديني السولت او الزيت. طب ما انا لقيت ان البلانت اول ما تتحد مع الاسيد تديني برضه السولت. شفت بقى شبه بعض الايه؟ بمعنى اديك اكزامبل عشان اقرب. لو قلت اتروبين، الاتروبين هتعرفي ان ده من النبات طبعا. لو قلت اتروبين بلس سلفوريك اسيد يديني حاجه اسمها ايه؟ اتروبين صلصيت. فهمتوا بقى مسمينه الكالويد ليه؟ يبقى لو شفت كلمه الكالويد هي نفسها بلانت. لو قالك مسمين الكالويد مسمين البلانت الكالويد ليه؟ عشان شكلها كده اكشن. طب ما تقولي الكالي وخلاص. قالك ما ينفعش لانها نوت تيرم ليت مطلوب. احنا معلمينها اي حاجه تيرمينيت مطلوب سميها الكن. البلانت ما بتعملش كده فما ينفعش اقول عليها الكن. لكن قلت شبيهه بحاجه واحده في الرياكشن. خلاص فتيجي بريزن برضه سؤال اورال ليه بنسميها الكالويد. خلاص؟ طب هناخد النهارده درس سهل كده. بس قبل ما ادخل في الدرس السهل ده في حاجه جديده في البلانت سهله قوي. البلانت كلها ليها نفس اللوكال انتيدوت. قالتلك احنا بنموت في حاجه اسمها تشاركول كلنا. التشاركول ده كان بيعمل ايه؟ ادزوربشن. بنموت في حاجه اسمها تانيك اسيد. التانيك اسيد شايف ايه بتاع الفلاحين ده كان بيعمل ايه؟ بريسيبيتيشن. نمره ثلاثه بنموت في حاجه اسمها H2O2 اور بوتاسيوم برمنجانيت. دول كانوا بيعملوا ايه؟ اوكسيديشن. يبقى لو سمحتي لو لقيتي اي بلانت ارفعي الثلاثه. لو عندك اي واحد من الثلاثه خير وبركه. فالبلانت دي من الحاجات الجميله. الثلاثه ينفعوا. دلوقتي هبتدي فيها. ماشي يا رب. يبقى حلو قوي البلانت ان الليله كلها ثلاثه انتيدوت نافعه. قالك التانيك اسيد ممكن يتغير ويديله حاجه اسمها صوديوم بايكربونيت اصلها عندنا كتير في المركز. طب خلاص اديله الصوديوم بايكربونيت بيعمل بريسيبيتيشن زي التانيك اسيد. خلاص يبقى لو ما لقيتش تانيك اسيد عندي صوديوم بايكربونيت. اوكي؟ لكل البلانت لكل البلانت. تعالى بقى ناخد النهارده ايه؟ ناخد المورفين. صوديوم بايكربونيت. اعمل حسابك ان شاء الله الرحمن السبت الجاي باذن الله هفتح لك التوكسيكولوجي وغيرك على طول. السبت الجاي خلاص؟ يعني بالك الخميس تكلم في ايه؟ تكلم في 4 شهور في عقد. طب اتركوا بريجننت وديليفري وابوشن حاجه يعني ايه؟ طلعت بقى قال رمز يا ولاد. انا رغم ان جالكوا حاجات هبله. ايه بريجننت وديليفري وابوشن دي؟ يعني عمر ما كان حد بيمتحن فيها بامانه يعني. ونعم والميديكال اسكس الميديكال اسكس برضه تعتبر صغير. ده رغم بيسكر فاير او صغيره دي يعني ما فيش يعني جابوا اربعه ده واضح ان يعني دي امتحان شوت ولا ايه؟ امتحان شوت اربع اسئله دش اخر الراوند هو الام سي كيو كده لكن ده دش اربع اسئله دش لا كله
درجتين درجتين حاجات عبط يعني. فما حدش بينقص فيه يعني. يلا المورفين بقى. أو ممكن نقول عليه الأوبيوم. الأوبيوم يعني إيه بالعربي؟ الأبيوم. المورفين مورفين. ممكن نقول عليه إيه؟ ممكن نقول الهيروين. ها؟ يبقى ثلاث دروس ها؟ يعني ما حدش يقول في آخر السنة لما يجوا يسألوا الهيروين يقول لك لا ما خدناش هيروين. يا ابني الهيروين ما هو نفس المورفين هو هو. خلاص؟ إيه الكيورد بتاعه بقى النهاردة؟ هنحط ثلاثة في 6 سي هو ده الكيورد بتاعت المورفين. يبقى خدنا النهارده الكيورد بتاعت الكربونيك الأربعة، الكيورد بتاعت الكستريك الأبيض كله أبيض. النهارده 3 بي و 6 سي هيخلص المورفين كله. تعالى أول حاجة هناخدها إيه؟ السورس واليوز. هو جاي منين؟ جاي من نبات اسمه إيه؟ نبات كده لابس تاج اسمه إيه؟ بابابر. بابابر يعني أبو. سوميناترم يعني النوم، يبقى أبو النوم. عشان بينيم فسموه أبو النوم المشهور بالخشخاش. خلاص بس شريف بس شريف بس. يبقى نبات ده بص إيه يا أحمد؟ بابابر سوميناترم ليه طبعا. الخشخاش أو إيه أبو النوم اللي هو إيه؟ بيعملوا فيه ايه بقى الزهرة دي؟ الزهرة دي يجوا يشقوها بالطول والعرض كده تنزل سائل ابيض. تنزل سائل ابيض يجوا يسيبوها يجمعوها على الصبح كده بعد الفجر يكون حصلها اوكسيديشن تتحول لقطعة بني. هي دي الابيون. هي دي الاوبيوم. هي دي حتة الابيونة. يعني هي جاية من الثمرة نفسها مش جاية من البذور اللي جواها. ففي برضه سؤال قرن عندنا تحت تدرس في العمل البذور. لو بلعتك البذور ده هيحصل لك ايه؟ ما يحصلش حاجه. في عيال تقوم جايبه كلينيكال فيتشر اوف مورفين. لا ما يحصلش حاجه. البذور ما فيهاش الماده الفعاله. الماده الفعاله بتطلب من ايه؟ من الثمره نفسها. تنزل سائل ابيض يحصل لها اوكسيديشن تتحول للحته البني اللي بنسميها حته الافيونه. طب خلاص؟ ما بيسيبوها بينزلوا ليهم طريقه يعني. ينزلوها وبعدين زي الاطباق كده ويسيبوها بعد ما يحصلها اوكسيديشن في المعدة كده الصبح. المهم الاوبيوم ده بقى جواه مادة المورفين والكوديين المشهورين جواه. خلاص؟ يبقى ده أول حاجة الزوج. طب قولي لي اليوزز. بيستخدموا المورفين طبعا عيادات الكانسر بين كيلر طبعا دي أهم حاجة. إحنا بنستخدمها كمان في التريتمنت أوف الأدكشن. المورفين أدكشن. يعني واحد مدمن بالمورفين احنا نديله مورفين ونعمله جراديوال ويستور. خلاص؟ طب البيت كيلر انا دايما اقول كانسر بس انا ما يهمنيش. استخدمت المورفين معايا امتى؟ في السلفوريك اسيد. يبقى هو مشهور في الكروسيف ومشهور في الميتلز. لان عندنا الكوليك بتاعت الميتلز برضه سيفير كوليك. البيت بتاع الكروسيف سيفير بيت فهو مشهور عندنا في التوكسيكولوجي في الاثنين دول بالذات. خلاص؟ دول يهموني في التوكسيكولوجي ما يهمنيش الامراض يعني. في الفورنسيك يمكن في الحروق برضه بنستخدم. ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للسورس واليوز. طب قبل ما ادخل في حاجه ثانيه الكاينتكس مش عليكي بس عليكي الكلاسيفيكيشن تعرفيها كده بسرعه. الكلاسيفيكيشن بتاعتي متقسمه لايه؟ قال لك التقسيمه بتاعته يا اما الكلاسيفيكيشن يا اما حاجات ناتشرال طبيعيه يا حاجات كيمي سينثيتك يا حاجات كومبليتلي سينثيتك. الحاجات الطبيعيه اللي انا لسه قايله لك عليها حته الافيونه دي طبيعيه تخرج المورفين وتخرج الكوديين دي حاجات طبيعيه. السيمي سينثيتك اللي هو الهيروين. الهيروين ده جاي من المورفين بنسميه ايه؟ داي اسيتايل مورفين. يبقى الهيروين ده بيصنع من المورفين يعني كلهم خارجين من نفس الظهر من نفس النبات. هو بيخرج حته الافيونه، الافيونه جواها مورفين، ياخدوا المورفين يصنعوا منه هيروين. المدمنين بيحبوا الهيروين اكتر من المورفين بكتير. ليه؟ لان المورفين بيعمل كونستيبيشن بيضايقهم قوي الحته دي بتضايقهم. الهيروين لاز كونستيبيتنج فيصحوا بعض يقول لك المورفين بيحبني جدا، انا لا يا عم خد هيروين احسن. بس المصيبه ان الهيروين مور ديتيريوريشن. مور اكسبنسيف يبقى هتضطر تقتلي وتسرقي وتزني و كده عشان اجيب الفلوس الهيروين. فدايما النصيحه بتبقى غلط يعني ليه تفضل على المورفين اما بيقلب على الهيروين تبقى
خلاص. السينثاتيك بقى فاكرين يا اولاد في دواء مشهور في السوق اسمه روموتيل، اسمها عنه ميثادون، مشهور قوي بتاع الاسهال، ناس كتير تموت فيه تقول لك انا هاخد فرقه قرش. سحبوه من السوق ونزلوه تاني، ما هم عايزين يسحبوا ينزلوا، اول ما يسحبوا ينزلوا تاني كانك بتاخد كربوني يسحبوا زي ايه الكودايين مثلا، الكودايين فاكرين الكوتيرار والكوتيبان لغايه دلوقتي هم في السوق بس اقعد اشرب 50 ازازه هتفضل من الكحه. كان ايام زمان عشان الماده الفعاله موجوده اول ما تشرب بط بط قد فاسد هتسمع فاكرين الكوديلار والحاجات دي، صناعة الحاجات دي الكوديلار ده مشهور قوي بتاع الفحم تمام. هم منعوه ليه؟ عشان لقوا المدمنين رايحين جايين المدمنين بيشتروا. طبعا بره يقول لك احنا ما فيش حاجه اسمها المدمنين بيشتروا بتاع، في حاجه اسمها ان انا فين الروشتة فين البتاع، هنا في مصر عشان ما فيش ولا روشتة بتاع يمنعوا الحاجه ويشيلوا لك الماده الفعاله. فدي طبعا عشان كده تبص تلاقي معظم الاباء عندنا الماده الفعاله، يعني بامانه نتكلم بصراحه، عايز تاخد بسرعه خد حاجه مش مصري، عايز هتخس ان شاء الله كله بامر الله طبعا هتخس، بس هتخس في شهر المصري المستوى بتاعنا في اسبوع عشان ايه الماده الفعاله. طب دي حقيقه. طيب بعد السورس واليوزز والكايناتيك في حاجه بقى سؤال فيري 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 امبورتنت، ايه الفرق بين الاوبيوم والمورفين؟ اعملي لي بقى جدول عشان اعلمك ايه الفرق بين الابيون والمورفين. سمعتي معايا معلومه ان ده ليه سمال ده ملوش سمال، ليه السمال السمال بتاعته جميله ريحته زي الفانيليا كده جميله؟ ها؟ عشان في ماده اسمها نيكوليك اسيد، ده سؤال ممكن اورال، ليه ليه ريحه؟ عشان في ماده ليها ريحه في اسمها نيكوليك اسيد. تاني حاجه الاوبيوم كان بي انجستد، ممكن تاكليها انجاست مع القهوه مع الشاي اللي فيها سجاير في الشيشه في البوز ده مش عارف. المورفين ما بي انجاست، يبقى ده انجاست او سموكت او كده، المورفين ما ينفعش يدخل لك غير انجاست. فده سؤال اورا المشهور فبقيني ما بينهم خلاص. طب ندخل بعد كده على مين؟ على الكونديشن اوف بويزنينج. معرفتيش فيتال دوز وفيتال جيد بس الحمد لله يعني. ايه البروفيشنال بويزنينج؟ عندي اكسيدنتال وعندي سويسايدل وعندي هوميسايدل. يلا يا شباب طلعوا لي من اكسيدنتال اطلع ايه؟ ثيرابيوتك بالظبط كده، ثيرابيوتك اوفر دوز ويمشي ادك، لكن ما ينفعش اقول للتشيلدرن مش كده، ما ينفعش طفل يعني هيظبط المورفين لا ده يبقى طفل مدمن خلاص. ولا طفل ولا وركرز. طب ينفع سويسايدل واي نوت ممكن سويسايدل، بس سويسايدل دايما ايه ممكن يبقى اللي بيستخدمه الادكت يعني تمشي سويسايدل واحد اصلا بقى من حياته او كده، تمشي هوميسايدل غير كل حاجه اقول غير يعني سجلت حالات المورفين والاوبيوم والحاجات دي او تسجل الحياه بس دايما غير يعني ما بيجيش في المخ خلاص. طب ندخل بقى على طبعا الدرس يبتدي اول ما تقول اكشن خلاص، يبقى اكشن والكلينيكال بيكتشر هنعمل جدول عشان يخلص معانا بسرعه. لو عرفت الاكشن جبت الكلينيكال بيكتشر على طول. بص بقى الاكشن بتاعه في معلومه انت عارفاها اوريدي ان هو بيشتغل على الاوبييت ريسبتورز. انا نقول كلمه اوبييت او اوبيويد هي هي بس الاوبييت للحاجات النيتشرال، اوبيويد يعني السينثاتيك والسيمي سينثاتيك وكله. المهم بيشتغل على ايه؟ الاوبيويد او الاوبييت ريسبتورز اللي هي ايه؟ اللي انت عارفاها باسم ايه؟ ميو دلتا كابا. لكن اكتشفوا ان في ريسبتور اسمها سيجما مش من ضمن، طلعت النهارده مش ضمن الاوبييت ريسبتور، قالوا لك السيجما لا. ليه؟ كل المفروض يبقى اوبيوم هيرمين اي خلاص؟ قال لك السيجما ريسبتور كانوت بي انتاجوناز باي نالوكزون، يبقى دي مش من ضمن مش تبعها خلاص؟ طب التوكسيك دوز انا بتكلم عن النهارده على التوكسيسيتي فاري من بيرسون لبيرسون اكوردنج تو تولرنس. انا لو اخدت حقنتين ممكن اموت، المدمن بياخد اربع حقن وخمس حقن في اليوم زي القرد خلاص؟ يبقى دي حاجه اسمها طرد، ما تقوليش انت اخدت ولا ما اخدتيش لا اوكي. فعشان كده الفكره دي دايما بتختلف من شخص لشخص. طب ندخل الاكشن.
لازم تعرف معلومة. الناس دايما فاكرة ان دايما المورفين ديبريسنت اونلي. لا، اكتشفنا ان المورفين ستيميوليشن اند ديبريشن، بيعمل ميكتشر ستيميوليشن اند ديبريشن. ستيميوليشن لايه؟ بص عندك الثلاثة بي. ايه الثلاثة بي ده؟ ستيميوليشن للفوميتنج سنتر في اول حاجة، تاني بي ستيميوليشن للفيجا، ثالث بي ستيميوليشن للفيجوال كونستريكتور سنتر. يبقى ستيميوليشن بثلاثة بي، الفوميتنج فيجوال كونستريكتور اند فيجا. بيعمل لي ديبريشن للست بي. قال لي بيعمل ديبريشن، ها؟ يبقى ده ستيميوليشن، ده ديبريشن. ديبريشن لحاجتين حلوين قوي قوي قوي، عشان كده الناس بتموت فيه. بيعمل ديبريشن للكورتكس وديبريشن للكاب سنتر، ما ده بتاع ادويه الكف. اربعه وخمسه وحشين قوي قوي قوي. بيعمل ديبريشن لايه؟ للكونشيسنس بتاعتك، ياخدك بالتدريج لغايه ما يدخلك كوما. والمين كمان؟ السنتر اوف ريسبيريشن، هيموتك من سنتر الاسيبتي اكيد، ده السبب. طيب بينهم بقى ثلاثة واربعة لا وحشين ولا حلوين. يبقى عندي اتنين وحشين قوي 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 واتنين حلوين قوي قوي. ديبريشن اتنين حلوين الكورتكس والكوب، اتنين وحشين الكونشيسنس والسنتر اوف ريسبيريشن. اتنين لا حلوين ولا وحشين اللي هو ايه؟ بيعمل ديبريشن للكولون والبلادر عموما حتى من اول حقن. فالناس بتفضل تاخده وقت تقول لك مش مشكله لغايه ما يوصل طبعا قالك تقديم، يقول لك لا ده ابتدى يضايقني بقى كونستيبيشن. وبيعمل ايه؟ دي زاويه نمره اربعه، مش انا بقول ديبريشن ايه؟ ديبريشن للنورمال سكين، يعني السكين لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه السرز وسيلولايتس وابسيسز عشان النيدل بريك. يبقى تبص تلاقي السكين عنده ديبريشن في السكين، ها؟ زي سكين اتروف، سكين ألسر، سيريولايتس، ها؟ بويلز، أبسيسز، أوكي؟ طب يبقى عندي اثنين حلوين قوي قوي يوم، اثنين وحشين، اثنين عاديين هما مشغلين بيها، وفيها إما يبقى عندي شوية سيريولايتس في إيديا، فيها إما يبقى عندي الكولون والبلاتر، شغالين بيها. طب عرفت الثلاثة بي والستي ذاكرتيها، أنا خلصت الدرس. حقلك كلينيكال بيكتشر. ايه كلينيكال تيتشر؟ يلا يا ولاد ستيميوليشن للفوميتنج سنتر، يعني يشتكي من ايه؟ بس الفوميتنج احتمال يا احمد ليه اسمال، انت يكون ليه اسمال؟ لو اوبير، لو اخد حته الافيونه، ليه؟ عشان فيها ماده اسمها؟ ميكونيكا. طب الستيميوليشن للفيجاس، معلمك الفيجاس بينير، يبقى ديكريز بلاد بريشر، ديكريز بلس، decrease temperature, decrease respiration. هو فيجاس يا عم. Visual constrictor center، اصل ده بتاع المايوزس. بين بوينت فيوبل، او اللي بنقول عليه فيكتد اند كونستكتد، نوت رياكتد تو لايت يعني. مش النهارده قلنا ده بتاع المايوزس؟ طيب. بيعمل ديبريشن للكورتكس، دخلنا على الديبريشن، موافقين على الستيميليشن خلاص؟ دخلنا على الديبريشن. قالك بيعمل ديبريشن لايه؟ للكورتكس، سنسري كورتكس، عشان كده الناس بتاخده بين كده ما يحسسكش بالالم. يبقى انت هتبقي سعيده ولا متضايقه؟ سعيده طبعا. يبقى عندي يوفوريا، بس احنا النهارده بنتكلم على توكسيك دوز، ده اخذ جامد، يا ريت كان اخذ واحده يحس بالسعاده. يبقى يتقلب الى ديسفوريا. يعني ايه ديسفوريا؟ يعني ديستريس اند فير، ويعيط، ها؟ ديستريس، ها؟ متضايق ويعيط وخايف. خلاص؟ طب بتقولي ديبريشن اوف جاد سنتر، يعني اقول العيان ما بيكحش؟ لا، ما ينفعش انور واقول له كم، بدلها كيستيزم، يعني بيعمل بالمونري ايديما. البالمونري ايديما دايما مش سببها هارت هانا، فبنقول عليها نون كارديوجينيك بالمونري ايديما، نتيجه للستيزم. ستاجنيشن. خلاص؟ نتيجة للإنهبيشن أوف كات سنتر. بتقولي إنهبيشن أوف كولن أند بلادر، يعني يعمل إيه؟ كونستيبيشن. ها؟ ويورين ريتنشن، صح كده؟ طب بيعمل إيه في السكين؟ خلاص دي أسيتس أبسيليولايتس، ما فيهاش حاجة. بيعمل إنهبيشن للكونشسنس، دي الأنبريشن. يبقى مدخلني في كوما، بيدخلني ممكن ايه؟ يعني اول كانك سليبي شويه، بعد كده درجات الكوما، ها؟ يدخلك في جريد للكوما.
يبقى أخذت التدريب consciousness sleep تشوفها لغاية ما تجيب كوما. بيقولك بيعمل center of inspiration depression، يعني هتموتي من ايه؟ central affective. يبقى عندك cyanosis لأنك موتي من central affective. فهمت ولا لا؟ بترجم ازاي؟ ترجمة حرفية. ثلاثة دي ستة سي. يبقى ثلاثة دي تانية ايه؟ vomiting visual constrictor and الستة سي. اتنين حلوين قوي قوي الناس بتحبوا علشان الاتنين الاولانيين كورتكس وكف. اتنين وحشين وبيموتوا consciousness و center of inspiration. اتنين عاديين الكول المجتهد والسيلولايت. خلاص يبقى الكورس بتاعت النهاردة ايه بقى؟ يزنزلت في كتاب كيلمر قالت لك جات سنترال اسفيكسيا فقلل الاكسجن. اما قلل الاكسجن اثر على الكارديو ماسكلر واثر على السي ان اس. جاب للكارديو ماسكلر شويه اريتميا، جاب للسي ان اس شويه برين دامج كونفرجنت اند برين دامج. مش قضيه لو بتجيهم. بمعنى ايه؟ اما اجي اقول لك المورفين بيموت من ايه؟ الطالب لو قال لنا اريتميا المورفين يا ابني بيموتك من ايه؟ سنترال اسفيكسيا. بتقول لك ميكانيزم بتحصل في 2% من العيانين. لو قللنا الاكسجين بيقل الاكسجين لاثنين، اكثر اثنين بيعانوا كارديو فاسكولار سي ان اس. السي ان اس يجي لك شويه كونفرجنس وبين نامج ممكن تموت. السي بي اس الهارت يبقى سنسيتيف للهايبوكسيا يجي لك اريتميا. كم عيان؟ عندي 100 عيان. شفت واحد او اثنين من الاريتميا. طب وال 98 خلاص؟ يعني لو نسيت الاريتميا الداحيه ولا تنقص، لكن نسيت السنترال اسفيكسيا ما كانتش حاجه. خلاص؟ طب وصلنا بعد كده لايه بقى؟ الديفرنشال دايجنوزس يا ولاد اكتب ايه؟ الديفرنشال دايجنوزس الثلاثه سي جاي لك كوما وساينوزس وكونستريكتد بيوبر تكتب نفس الجدول. طب وصلنا بعد كده للبوست مورتم بيكتشر. ايه البوست مورتم بيكتشر بتاعته؟ صار زي السنب زي البرين باسج بي ام تشينج ذا كلينيكال بيكتشر. قديمة اقسم يا اولاد الاربع شابترز عشان يعني بكره مثلا ذكر لي بكره بريجننسي وديليفري والابورشن. خلاص دي حاجة عبيطة بقى مش كده؟ بريجننسي حتى الراوند الرابع بريجننسي وديليفري وابورشن. خلاص كده ما ذاكرش؟ خلاص خلينا في الراوند التاني بريجننسي وديليفري وابورشن بكرة عشان لو في حد عايز حاجة فيها يبقى دي بكرة. مع الحصة الحصة بتاعت النهاردة دي طبعا أساسية. خلاص؟ أول حاجة يلا مين يقول لي يلا دكتور يلا نحاول. هاي سمعت النهارده في سمعت ما فيش اسمال المورفين ملوش اسمال في حاجه ليها اسمال اوبيوم. يبقى اسمال ايه اوبيوم؟ ليه؟ هو عنده ليها ليه؟ ماده اسمها ايه؟ بيكونيك اسيد. عمل ارسر ما عملش ده نبات، نبات ما بيشتغلش في الصمم خالص. الاس هو سيد او تيبلت؟ ما هو نبات فعلا ليه سيد؟ لازم الاونو بقى نو سيد. ليه نو سيد؟ لان مش متكون نو اكتف برنسبل، ما فيهوش الماده الفعاله. السيد مش هي اللي استمرتني. ها؟ عمرك ما هتشوف في الميت سيد رغم انه نبات لانه ايه؟ ما فيهوش الماده الفعاله. جميل. طب عمل اسمال خلاص خلصنا الاسمال. عمل ايشر دي احسن؟ ايشر ايشر عمرك ما هتسمعها خلاص ماتت في الكروس بقى. عمرك ما هتسمع ايشرز مره ثانيه ابدا. خلاص؟ طب ليه سايكل انجكشن هو المورفين بيدخل بيه ذا بريك؟ مورفين ها؟ يبقى اكتب دي سايت اوف انجكشن نيدل بريك صح؟ طب اربعه برين. سمعت المورفين ليه علاقه بالسي ان اس نوتك من سنترا اسفيكسيا مثلا؟ ليه علاقه بالسي ان اس؟ ايوه سي ان اس ديبرشن مش كده؟ يبقى عمل ايه في البرين؟ برين ايديما اند كونجكشن. يعني موتك الباسجز ايه؟ اسفيكسيا. يبقى قوم كاتبه اسفيكسيا. البي ام تشينجز دارك بلو هايبوستيزس. ما دام دي اسفيكسيا يبقى دارك بلو هايبوستيزس صح؟ يبقى انا كده خلصت ايه؟ المورفين.
بعض من الناس تقول لك ايه رايك في الباسجز؟ اكتب لهم بالمونري ايديما، واي نوت؟ الله، في بالمونري سكريشن. بكره هقول لك الاتروبين العكس، دراي اير باسجز. ها هنا النهارده بالمونري سكريشن. لا لا ده كده خلاص. المهم بلو بادي بلو هايبوثيتا، سامع هيك؟ بلو بادي وبلو هايبوثيتا، خلاص تمام؟ طب وصلنا بعد كده لايه؟ للانفستيجيشن اللي هي هنا بالمونري ايديما عشان ديكريز الكابتن. لا انت ما خدتهاش. يلا واحد اوكي، اثنين اوكي، ثلاثه السبيسيفيك. دوري على السبيسيفيك، مين السبيسيفيك؟ بدور على البويزن والكوز اوف ده، مش كده؟ طب ايه البويزن هنا بقى؟ بدور على المورفين لو اخده مورفين، وعلى الميكونيك اسيد لو اخده اوكيم. يبقى انا بدور على المورفين شخصيا او ميكونيك اسيد لو اخده اوكيم. طب الكوز اوف ديث اللي هو سنترال اسفكتي، مش هقول فيها حاجه جديده، بس بعض الناس بيرقش بيها في البلمونري ايديما. طب ما تعملي اكس راي عشان تشوفي البلمونري ايديما. الحاله والحالتين بتوع الاريزميا، ما تعملي اي سي جي عشان الاريزميا، نسيتيهم في داميه يعني. خلاص انا اللي يهمني اللي كتبت المورفين والنيكونيك اسيد، بتدوري على المورفين والنيكونيك اسيد. اوكي وصلنا بقى لاخر حاجه، التريتمنت ازاي تعالجي المورفين. ساعة، اشمعنى لغاية 12 ساعة؟
يعني في البيت الدكتور ضغط ابو كلمتي برضه علمك في المعده هيروح فين؟ هعمله بالقبض اندوتراكيال تيوب حتى لو صاحي. انا متعلمه ان دايما بالقبض لو كوما. لا ده بقى حتى لو صاحي. الله ينور عليك. عشان انهبيشن اوف كاب سنتر يبقى اعمل لي سكوير عليها. ثلاث معلومات في المورفين ممكن يجي لك يبريزن فور. عشان سلو داون ذا موتيليتي اوف ذا ستمك واكسكريتد ان ذا ستمك اعيد لك. وبالقبض حتى لو مش كوما، انا معلمات قبض لو كوما، قبض لو كوما، يعني كل الدروس كانت كلافاج مش قبض ايه كوما، كانت كلافاج مش قبض ايه كوما، اي ده. لكن ده حتى لو صاحي. ليه؟ عشان انيميشن اوف قبض. اللوكال انتيدوت، حد مذاكر يقول لي اللوكال انتيدوت بتاع المورفين لوكال انتيدوت يا احمد مش انجكشن، لوكال انتيدوت يعني من بق. كلهم واحد. الثلاثة بقى. شاركول ابزوربشن، تانيك اسيد او صوديوم بايكربونات بريسيبيتيشن، هيدروجين بيروكسيد اوكسيديشن، الثلاثة يطلعوا. ما تقوليش هي كانت بقى قد ايه؟ قد في الأول، ما احنا قلنا في الأول، المصيبة أنتوا عندكم الفيجوال ميموري، ارفع الثلاثة عشان تعرف إن في ثلاثة هنا لازم نتكلم. ها؟ كل النباتات، كل النباتات نفس الثلاثة. طب دارسز ودارسز ماشي، اعطيني بقى في التشيراشكا الانتيدوت دي اللي هنتكلم فيها. ايه التشيراشكا الانتيدوت اللي احمد قال عليها النالوكسون؟ الاحسن منها النالميثان، الاحسن منها النالتريكسون. طب بس خلي بالك بقى الانتاجو ال التشيراشكا الانتيدوت عندي نوعين عشان تبقى عارف. التشيراشكا انتيدوت عندي نوعين، عندي نوع اسمه انتاجونست وعندي نوع اسمه كومبيتيتورز. الانتاجونست يا ولاد اللي هو الاتروبين، كل ما تشوف اتروبين بيبتدي بحرف الايه دايما عندنا جرعته من 1 لـ2 مللي جرام عشان تريح دماغك. اي اتروبين 1 لـ2 اديته اتروبين ليه؟ الاتروبين يبقى انتاجونست للمورفين، اصل المورفين عمل ستيميوليت للفيجاس ماشي كده؟ خلاص؟ طب الاحلى منه الكومبيتيتور، قال لك عندك انواع؟ عندي النالوكزون، ايه رايك طلعوا حاجه جديده اسمها نالميفان؟ ايه رايك حاجه احلى اسمها النالتريكزون؟ الشله دي اسمهم بيور انتاجونست. ايه ده؟ هو كان في حاجات بيستخدموها زمان ما اسمهاش بيور انتاجونست؟ زمان كان في حاجه اسمها اجونست انتاجونست، ما عرفوش يستخدموها دلوقتي. وحش ليه؟ وحش الاجونست انتاجونست اللي فوق، لان في عدم وجود المورفين تشتغل زي اجونست، في عدم وجوده، لكن في وجوده تشتغل انتاجونست. كان اسمهم ايه فاكرينهم؟ كان اسمهم ليفالورفان النالورفين. اللي بقى الاستاذ ال اهو، ها حرف ال ال اهي عامله كده، هي جرعته 1 مللي جرام. النالورفين اضعف من اللي بقى الاستاذ 10 مرات، يعني محتاجه 10 مللي جرام منه. ربنا ما عادوش يستخدموه، بس عندنا الاساتذه بتحبه، تحب الدوس بتاعته، لازم تقول لها الدوس. وما عادش يستخدم. ليفالورفان الان ده 1 مللي جرام. النالورفين اضعف منه 10 مرات، محتاجه 10 مللي جرام. الاثنين دول وحشين او وحشين. ما حدش يستخدمه ولا حدش يستخدمه. ادخلي على البيور انتاجونست، البيور انتاجونست النانوكسون والنانميثان والنانتريكسون. خلاص؟ اعرفي الدوز بتاعتهم، فاكرين النانوكسون في الكوما كوكتيل كان كام؟ 52 ب100، 2 يبقى كلهم 2 وريحي دماغك، كل واحده 2 ما تخافيش. ايه كانت بقى النانوكسون مش عارفه بتبتدي من كام وكام لغايه ما توصل، احنا بنوصل لغايه 2 مللي، هنا 2 و2 و2. ده الدوز، خلاص؟ طب ثاني حاجة اعرفين الهاف لايف بتاعتهم. الهاف لايف اللي بالاوضة، النالوكسون اللي بالاوضة ده 1 hour، ساعة واحدة، فعشان كده مش حلوة قوي، ده ساعة واحدة. ها؟ ساعة واحدة بينما المورفين بيشتغل مدة طويلة. قال لك طب ما الأحلى التريكزون اللي بتفيه ده تروي 3 أيام على بعض. ها؟ الهاف لايف بتاعه 3 أيام. يبقى الاحلى من النالوكسون النالتريكسون عشان لونج هاف لايف. النالميثان حوالي ايه؟ من 6 لـ8 ساعات. يبقى الاوكسون ده 1 hour، الدراي تريكسون ده 3 ايام. طب تعالي قولي لي اليوزز بتاعته.
اليوزر بتاعتهم الثلاثه ماشي في الاكيوت زي ما احنا النهارده بنتكلم على الاكيوت بس ماشي. بس بيني وبينك يعني لو قلنا احسنهم النالمي سن هو ده اللي بيشتغلوا بيه ماشي. ولكن بقى خلي بالك يعني الثلاثه اللي قلنا للاكيوت توكسيكتي اوكي تمام، بس خلي بالك النالوكزون مشهور ده بتاع الكوما كوكتيل، هو ده بتاع الكوما كوكتيل اوكي، يعني ما ياخدش مش عايزين وقت طويل فيقول لك اجيب لي اقل واحد النالوكزون وخلاص. مشهور ده بتاع الدايجنوزس للمدمنين، اي واحد مدمن عايز اعرف هو مدمن ولا لا اديله حاجه نالوكزون وتمشي معاه بسرعه عشان اول ما اديله نالوكزون يعمل لي ايه؟ ويدرول سيمبتومز خلاص. النتريكزون مشهور في التريتمنت للمدمنين، يبقى في واحد بشخص بيه المدمنين اللي هو النالوكزون، في واحد بعالج بيه المدمنين النتريكزون. ليه النتريكزون حلو؟ هنعرف ليه في الادمان، عشان بيقفل له اليوفوريا بس، بيقفل له السايكيك ستيت بتاعته بس، يعني لو اخذ بره مثلا حاجه يقول لك انا ما عادش المورفين بيأثر فيا ده خالص، هو عايز يوفوريا بس من غير ما يحمله الفيزيكال ويزدرول، ملوش دعوه بالفيزيكال ويزدرول يعني ما يموتهوش، ولكن يخلينا هو لوحده يقول لك انا ساعه ما خرجت من المصحه ما عادش المورفين يعمل لي بلاغ ولا الهيروين باين عملوا لي حاجه ولا انا كبرت ولا انا فيا حاجه، لا ما عادش استخدمه يكرهه تو هيت. هناخدها بالتفصيل في حته انا سايبها لك عندك اسمها ويزدرول مانيفستيشن. ويزدرول مانيفستيشن مش هقولها ليه؟ اللي هقولها بشكل الادكشن، هي عايزاها مرتين، مره قالتها لك في الدرس ده ورجعت تقولها لك ثاني في الادكشن، فانا هقولها في الادكشن وبس، خلاص؟ اخر حاجه بقى الميديكال افكت، سؤالين على الميديكال افكت هناخدها النهارده. إيه عندي سؤال مهم اسمه الميديكال، ما انا هقول لكم بقى على الهند، مش عارفه بقى يا ولاد انتوا بالنسبه لل بكره احنا كنت عامله بكره ان شاء الله الساعه 10:30 الساعه 12 ممكن اقول لكم ارقام الايدنتيفيكيشن عشان ما يبقاش كتير عليك يوم الاثنين، بس انا مستثقله ان يوم الاثنين تاخد كل حاجه. ايه رايكم؟ كان في موند بس انا شايفه ان الاولى ان انا اقول ارقام الايدنتيفيكيشن مش كده يا شباب؟ طب يبقى 12 بكره ان شاء الله الرحمن هقول ارقام الايدنتيفيكيشن، واحده ونص عندي ان هي الحته بتاعت التوكسيكولوجي خلاص 12 باذن الله هتكفي ان انا اقول الارقام باذن الله خلاص؟ الموند لا مش قبل الشهر ما اعتقدش، لا هيبقى الاسبوع اللي جاي، لا لا ما عنديش عندي حد كتير بس اللي ما عندكش شوك، شوك مش نفسي دي اول مره يعني بس مش هتفيدني يعني مش هتفيدني كتير، هتفيدك بايه؟ انت خدت حتى الحته المهمه اللي ممكن تفيدك انك تعرف يعني ايه كاتش يعني ايه كونتشوز يعني ايه ستاب، لكن بعد كده كنت شوك ده مش هتفيدك. ايه الميديكال ده سؤال بقى جيب انا كونت الميديكال كونفدينشياليتي، معلش الدكتور الراجل يقفل الزيت. الميديكال كونفدينشياليتي اللي هي ايه؟ الثقة. أنا عايزة أسأل كان في أربع أسئلة، العلاقة ما بين الدكتور والعيان، أول سؤال التخلي عنه أبانهم، ثاني سؤال الشهادة اللي تديها له ميديكال سيرتيفيكت، ثالث سؤال جيب أنا كام فروم كونسنت رابع سؤال الثقة اللي ما بيني وبينه اللي هو ايه؟ الميديكال كونفيدنشياليتي. انت من حقك انك انت من حق العيان عليك انك انت ما تفضحيهوش، نوت تو ديسكلوز، ديسكلوز يعني تمشي اسراره، كل السيكريتس بتاعته نو ديسكلوز، في حاجه مفروغه منها حتى لو حاجه بسيطه حاجه عبيطه يعني حاجه ملهاش اي معنى، يقول لك انا وانا قلت حاجه انا ما قلتش، لا يقول لك خلاص طالما ما ينفعش مثلا احنا عندنا في التوكسيكولوجي ما ينفعش اصل انا عندي ابن مش عارفه الوزير مين، اصل انا عندي الفنانه الفلانيه، اصل انا ما ينفعش تقوليها، ما ينفعش تقوليها لمين؟ اقول لماما مثلا امي امي ما هو امي ليها الانتيم بتاعتها جارتها الانتيمه بتاعتها هي انتيمتها، ابوك كان انتيمتها ليها اختها واختها ليها انتيمتها، هتبص خلاص وصلت يعني حتى لو امي هتقولها لاختها دي اختها اختها هتقول لجوزها وجوزها ليها اخوه وليها هي طالما السر خرج منه اه ما تعملش اه
هيتقال هيتقال، بس انت اخر من يعلم، انت مستغل من صاحبك عن سر، ومتأكد ان اخر من يعلم بيلف دايما ال دايما يقول لك ايه في يعني دايما اي حاجه تيجي عند صاحبها بتقف، يعني لو معلومه عندك وحشه هتقف عندك هتلاقي كل عليك عدم خلاص. فدايما اتعلم كده دايما اطفالك خلاص. طيب الميديكال كونفيدنشاليتي بقى مسموح، بعتلك ان عندنا مسموح انك تعملي ديسكلوجر، تفشي اسرار العيان ومش هيحاكموكي انت. تعالي نتخيل الدكتوره هو ايه، هنتخيل في المحكمه ادي الدكتوره هو خلاص، الدكتور بيحاكموه عشان افشى اسرار، يبقى لازم يكون واقف ورا القصر، يبقى ادي الدكتور خلاص. الدكتور بيقول انا افشيت السر عشان خاطر الناس اللي قاعده في المحكمه. مين اللي قاعده في المحكمه؟ العيان اللي بيتهمك، يبقى عندك اول واحد البيشنت، تاني واحد هيفشي السر عشان مين؟ عشان نفسه هو شخصيا الدكتور نفسه. تالت واحد عشان المستشارين اللي قاعدين فوق دول، قال لك انا بفشي السر عشان الكورت عشان المحكمه. رابع حاجة أنا بمشي السر عشان مش في ناس قاعدين متفرجين هنا اهو، ها؟ يبقى أنا بمشي السر عشان الكوميونيتي. يبقى شفت إن حلال إفشاء الأسرار في حال نمبر 1، أدي نمبر 1. قال لك أنا بمشي الأسرار فور ذا تيك أوف بيشنت عشان خاطر العيان. ليه ماله العيان يعني؟ اسكت ومش طلع من تاريخ. لازم اقول للناس او اقول للجورجن بتاعه روح عالجه، ده عنده كذا، ده واحد مش طبيعي، ما ينفعش ان انا اقول له اصل انت عندك كذا، اصل انت عندك كذا، لازم اقول للجورجن اللي جايبه، الجورجن اللي جايبه هو ولي امره، ولي امره ده مين؟ انا ماليش دعوه، انا بمشي اسرار عشان خاطر فرصتي. اصل طلع انه ماينر، طلع انه اقل من 18 سنه، اقل من 18 سنه ده صغنون، لازم اقول لولي امره. خلاص؟ انا بمشي الاسرار للانذر ميديكال بروفيشنال. انا افشيت الاسرار للدكتور زميلي. ليه افشي للدكتور زميلي؟ عشان خاطر فور ذا سيك اوف بيشنت، انا محتاجه مش عارفه اعالجه بايه. فانا رحت جايبه للكوليج بتاعي وقلت له تعالى والنبي نعمل كونسلت مع بعض، قول لي رايك ايه. طب الممرضه واقفه معانا، واي نوت، احنا ايه الميديكال ستاف، من حقي انا بفشي اسرار لاناظر كوليج عشان انا يقول لك نيد تو نو، في حاجه بيس اسمها نيد تو نو، انا محتاجه ان انا اعرف، محتاجه ان حد يساعدني مش عيب. خلاص؟ طيب يبقى اول واحد، ادي اول واحد فور ذا تيك اوف بيشنت. قال لك ايه رايك البيشنت ده؟ ابون ذا ريكويست اوف بيشنت، اصل البيشنت هو اللي طلب مني كده يا ولاد. البيشنت طلب مني كده؟ ايوه طلب مني اكتب ميديكال سيرتيفيكت، انا مالي؟ كتبت ميديكال سيرتيفيكت انه مريض عقليا ومراته شافته، ولا مش عارفه جيرانه عارف، انا مالي؟ انا كتبت ان هو طلب مني الميديكال سيرتيفيكت، يبقى مش انا اللي افشيت الاسرار، كنا ان الصحافه اخذت الميديكال سيرتيفيكت، مش انا اللي يعني انا مش معاهم. خلاص؟ انا مجرد عملت ابونت ريكويست. طب قالت لمين كمان ثاني واحد؟ انا افشيت الاسرار عشان نفسي. يبقى نمرة ثلاثة for the sake of doctor، أنا عملت كده لأن اتهموني بمال براكتس، اتهموني بأخطاء المهنة، اتهموني إن أنا قتلت العيان، اتهموني إن أنا عملت أبورشن للعيانة، اتهموني. يبقى لازم أقف وأقول لبعض من الدكاترة أنا حالف قسم أبرار، ما اقدرش اقول ما تعرفش ناحية، انا حالف قسم ابوك عايز اقعد روتيني يا ابني، هتروح في داهيه هينفدوك مهما ما يرفدوني، انا بعامل ربنا مش بعامل الناس. يا عم انا مش هشمع عامله دي ولا خالص، دي حلال، هتروح في ده بلاش، اطلب الجلسه الطبيه، اكتب بورق ما حدش يعرف، يعني في اي طريقه اقول لك فيها افشاء لاسرار الناس، افشاء لاسرار مش عارفه اسره، انا كده بوضح ده، هتروح كده يعني سيبك من شغل الابناء هيتعبك، بس برضه مش هتقول عشان تخلي، لا طبعا. فدي حاجه اسمها اول ما حد يتهمك بمال براكتس على طول لازم تتكلم، تتكلم ايه؟ ورق، رجاله سريه، اي حاجه، ها؟ مفيش حاجه اسمها قسم ابو كرات. وعلى فكره يا اولاد ابو كرات ابو كرات ابو كرات ده ايه يوناني؟ احنا الاصل اساس ابو الطب عندنا امهاته بالمصري مش ابوكرات خالص، يعني طول النهار ابوكرات وعلمات ابوكرات، عرفت الهيسترين انا حاطط قبل ابوكرات كتير، بس احنا بقى اجنبي. يلا يبقى ادي ثلاثه الدكتور. طيب اربعه، بصوا اربعه مين؟ ها؟
عشان خاطر المحكمة يبقى for the sake of the court. يبقى انا عملت كده عشان خاطر المحكمة. والله انا قفلت الاسرار عشان خاطر المحكمة. يعني ايه قفلت الاسرار عشان خاطر المحكمة؟ اصل المحكمة طلبتني كميديكال اكسبرت ويتنس شاهد ذو خبرة. ايه رأيك في القضية دي؟ انت شرحتي القصة الفلانية قولنا لقيت فيها ايه؟ ها؟ يبقى دي طالبينك المحكمة طالبة بشيء الاسرار. برضو ما يمنعش انك تكتبي ريبورت او تطلبي جلسة سرية ولا خلاص؟ يعني مثلا زي حتة سوزان تميم وكده خلاص طبعا الطبيب الشرعي انه يطلع ويقول سالي كده الكلام اللي قاله. لا ده الكلام جامد جدا، ده كلام يحاسب عليه النقابة، بس النقابة معدياه انه يطلع يقولك انا شفت فيها انت كده قفشت الاسرار للصحافة. والمحكمة مالها ومال السيلكون ولا مالها ومال عملية التجميل؟ لا لا معلش لا لا خالص، تمشي اسرار ميت كمان خلاص. طيب يبقى لمين كمان؟ نمرة ستة for the sake of community، عشان خاطر الكوميونيتي. انا عملت for the sake of the community ليه؟ احميهم to prevent communicable diseases، عشان احميهم من الامراض المعدية. لحسن حاجة انتشرت ولا حاجة يكون ايه مش حاسة ايه، او to prevent crimes عشان امنع الكرايم، امنع الكرايم او امنع الجرايم او ابلغ عن الجرايم. يعني واحد جاي لي مثلا child abuse، علمتك واحد شارد ابيوز لازم ابلغ على امه وابلغ على ابوه، الطفل ده شارد ابيوز. مثلا عارفه ان مراكز تعمل ابورشن وهيمنوراكي لازم ابلغ عليهم خلاص. يقعد يقول لك من فطر الله مسلما فطر الله يوم القيامه والكلام ده، هم ماشيين بترند كده الدين برضه يقول لك احنا مصر على البنين. لا طبعا ده اسمه قناع. عرفت المراكز دي؟ ما هو لازم عشان ايه؟ لا تتخدع ولا اخوك يتخدع ولا المجتمع كله، انت بتحمي ها؟ واحد جاي لك شكله اخذ له مطوه من دي ها؟ لازم ما فيش حاجه اسمها لا ده مريض عندي، بس ده مريض عندك واخد مطوه، يعني في جريمه، في جريمه وانت بتشارك فيها تمام؟ يبقى كل دي الايدز مثلا يبقى برضه عشان يعني انا متعاطفه تماما مع طول ايدز ابلغ عنهم، بس مش ابلغ عنهم، المفروض الكلام عنهم يعني لعلاجهم مش لاهلهم ها؟ فهي مشكله ان بعض من الناس انا مش هكذب عليك يعني انا كنت اعرف واحد عنده ايه، ما بلغش عنه لان عارف هيبقى عامل ازاي. مرض سرطان انا شفته في القصر، بعته مع ناس سبع شفته في القصر عامله ازاي، عامله ازاي وعامله الدكتوره اللي معايا. يعني الدكتوره كانت من طلبتي كده وبقت نايبه وكده فدخلت بيها وهي عارفه عامل ايه، بس مخرج مايند يعني هو هيتنقل وانا يعني رايح يتنقل دم منه ليه؟ ما هو انتوا عارفين ايه بتتنقل. بتقولي دخلت بيه دكتور قال لا دخلوه على الدياليسيس، اول ما عرفوا ان عنده ايدز وبتاع كان جربانين الاثنين، بيقولوا كانوا ناقصين يرموني يعني كانوا ناقصين يعني مش عايزين يكلموها ولا صباح الخير وده كابتن. لا طب وازاي يعني اما انتوا بتعاملوا الدكتوره دي ملك على اساس ايه كمان؟ انت سمعتوا كل اللي انت عليه فمش عايزين تكلموا عليها. بتقولي كنت جربانه عملت لي سجمة في القصر ان انا كنت ماشي امبارح مع واحد عنده ايدز. بص الجهل اما كان بيجي للدكاترة، تخيل بقى الناس اللي بره لو قلت لهم ايه؟ قال لهم حق. طيب ده اسمها الميديكال كونفدينشاليتي، علم عليها فيري 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 امبورتنت، بحب قوي انت ديسكلوجر اوف ميديكال كونفدينشاليتي. طب انا خلصت العلاقه اللي ما بين الدكتور والعيان. طب العلاقه ما بين لا الدكتور والدكتور ده كلمتين، العلاقه اللي ما بين الدكتور والدكتور، العلاقه اللي ما بين الدكتور والدكتور يا ولاد اللي هو فيزيشن تو فيزيشن، ايه العلاقه اللي ما بينهم؟ العلاقه اللي ما بينهم اوعى تشتم زميلك. اوعى تشتم زميلك يعني ايه؟ ما يجيش اقول لا يا عم ده عامل فيك انت تخيل اي دكتور كده سبحان الله لا 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 انت روشته دي هي اللي بوظت لك الدنيا. اعمل روشته ثانيه حلوه والمصيبه بقى يعمل لك روشته ثانيه ايه؟ ومن نفس بقيت تبقى بعضك بس كده من الاسامي والعيال مش فاهم خلاص. فقال لك لا احنا لو شايف حاجه غلط لا معلش احنا ممكن نعيدها تاني، ممكن انا هاخد انا كل جدا ممتاز، ايه رايك نحط كمان كذا حاجه ثانيه ونشيل بدلهم وبتاع، لكن ده حلو قوي كنت هديك زيهم بالظبط. يبقى اول حاجه not criticize تمام. قال لك نمره اثنين حاجة عندنا اللي هي الفيز اسمها دايكوتومي، علم عليها very 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 important دايكوتومي. الدايكوتومي ده مهم قوي قوي قوي، ما تاخدش منه ما تاخدش منه فيز لعلمه طبعا، ما تاخدش منه الفيز بتاعه.
يعني ايه؟ هبعت لك عيانة النهاردة وكل لك بقى نظر. هبعت يعني هاخد ايه؟ هاخد نسبة من ايه؟ نسبة من القبر. شارينج ان هيز فير. يعني انا زي ما الدكاترة بتعمل كده مع الصيدليات بس مش في الصيد طبعا، تاخد منهم حاجات ثانية ممكن بعض الدكاترة طبعا. خلاص؟ فالدايكوتومي ان انا اشاركك في الفيس بتاعك، هبعت لك عينين بس اللي هي نسبة دي اسمها دايكوتومي. خلاص؟ طب اخدت علاقتك بالعيان باربع حاجات، علاقتك بالدكتور بزميلك في حاجتين، علاقتك بالسوسايتي، ايه علاقتك بالسوسايتي؟ انا قلت فيزيشن سوسايتي ريليشن شيب، يعني علاقتك بنقابة الاطباء، السوسايتي هي مين اللي بتحكمك وبتحجمك؟ اللي هي نقابة الأطباء. نقابة الأطباء اسمها ايه بالانجلش؟ Syndicate of Medical Practice، ولازم تكون متسجل في Ministry of Health، وزارة الصحة ونقابة الأطباء. يبقى علاقتك بالمجتمع عن طريق هيئتين في الدولة، وزارة الصحة ونقابة الأطباء. نقابة الأطباء اسمها Syndicate of Medical خلاص؟ ازاي؟ علاقتك بيها ان لازم يعرفوا انك انت مسجل وعامل ريجستريشن عندهم، هتعملها انت ان شاء الله عشان اول ما تتخرج في الامتياز. بتقوم مسجل نفسك في اخر الامتياز يعني. بتسجل نفسك في النقابة وتسجل نفسك في وزارة الصحة، يبقى خلاص انت اخد اللايسنس الرخصة انك تعيش تماما. خلاص انا معاك اللايسنس. طب قالك خلي بالك النقابة ممكن ينصحوك ويشتموك ايريجن اوف ريجستريشن. الايريجن دي امتى؟ لو الاند اوف لايف، لو مرتي، لو الاند اوف يور ورك، لو انت قفلت عيادتك ورحت اشتغلت حاجه انضف. يبقى الاند اوف لايف او الاند اوف جوب، لو انت خلاص من حقهم انه يشتموك ويعيشك ولا يشتموك الصبح. طيب الار بيقول لك بقى ده كلام طبعا عبط، يعني لو ريفيوز انك تدفعي الانيوال سبسكريبشن، انك تدفعي لا مش حد الانيوال سبسكريبشن هي دي قانونا، لو حبوا يفككوا بقى على واحد يطلعوا له بقى الغلطات كلها، عارف انت مالوش في الوضع عيب يوم ما تقع يطلع لك في الدفاتر بقى تعالى، وقانونا من حقنا ان احنا نشوفك عشان بقى لك 10 سنين ما عملتش الانوال سبسكريبشن. خلاص؟ الايه؟ لو طلعت امثله انت عامله، لو طلعت متهم في اي قضيه مصيبه، اي قضيه، قضيه طبيه ما دي كان نفسك انك انت سرقت اعضاء، مش عارفه قتلت، سرقت، مش عارفه ايه، اي حاجه ليهم حق انهم يشوفوك في ريجن. بس خلي بالك يعني زي الدكتور ده فهمتني، قلت لك ايه؟ سنتين بيتقفل عياده ويفتح تاني مسموح، يعني يسيبوك سنتين وبعد كده تفتح تاني، بس بشرط يكون معاك ايه؟ بكالوريوس طب وجراح. بعض من الناس اللي بيشتموها يقول لك بتاع اعشاب طلع مش عارفه بتاع ايه، ده طلع بتاع يعني مش دكتور اساسا، فما ينفعش يرجع تاني. خلاص؟ طيب نمره ثلاثه، النقابه حددت لك شويه حاجات دي ممكن تجي لك ام سي كيو بقى ثلاثه. النقابه حددت لك انك مش مسموح انك تاخد كوميشن من الصيدليه او من شركات الادويه، انت وحضرتك يعني انا لما ايام كنت في البطنه وكده طبعا شركات الادويه ليها اساليب مرتبكه بعينينا، هو عايز الدواء يتباع، عايز الدواء يدخل المستشفى، عايز الدواء مش عارف ايه، طب بص تلاقي بقى ايه؟ الكوميشن بيتقال باساليب انت تتهيأ لك انها حلال، بس هي ما بتبقاش حلال خالص. كوميشن باي حاجه، هطلعك مؤتمر في فرنسا انت والمدام، لا مش حلال. انت المدام لا. ما هو بيقوم فاهم؟ انا طالع مؤتمر من حقك تطلع مؤتمر وان هو يتكفل بيك عشان انت طالع مع البحث. معاك مش هتلاقي لك مش طالع كمان واضحه، في ناس كمان بيطلعوها ميه وعمرها ما عملت ابحاث، عمرها ما وقفت تقول ابحاث، ما طالع ايه؟ وعمرها ما دخلت الجوش هتدخل المؤتمر من بيت. تمام؟ لا انا من حقي ان انا اطلع، بس لو انا معايا الكليه عندنا، الكليه عندنا بتعمل لنا سبورت، ممكن لو انا معايا بحث والناس طالبني من بره وطالبني وبعت لهم يقولوا انا عايزه دكتور شيدي على بحث حلو، الكليه تدفع لي ده حقي، بس اكون طالعه بقول حاجه، لكن مش طالعه مثلا اقعد مع معلش الدكتور ثواني لسه في 5 دقايق. فاهمين يا ولاد؟ اوكي؟ عيال مش بيبعتوا لي اي حد يعني. يبقى اول حاجه كوميشن، خلاص؟
يبقى الكوميرشال ما تاخدش ايه دي اول حاجه مش مسموح انك تشتغل في الكوميرشال جوب. الكوميرشال هي الحاجات دي حاجات النقابه بس طبعا انت كده لما تحب تشتغل في الكوميرشال بكتب اسم مراتي بكتب اسم ولادي وبشتغل تمام. بس يقول لك الكوميرشال عشان ايه يعني تمتنع تماما انك انت تبقى متفرغ لعيانينك يعني خلاص. الكوميرشال اي حاجه تجاريه يعني مش مسموح انك تفتح شركه سياحه مش مسموح خلاص. طب شركه مؤتمرات الدكاتره بتشتغل شركه مؤتمرات عشان كده يعملوا ايه يسجلوا اسامي ايه اخواتهم ولادهم مش عارفه ايه لكن هو ما ينفعش شركه مؤتمر يبقى إيه, ايه اوكي. يبقى لا الكوميشن ولا الكوميرشال مش مسموح انك تديني فورس سيرتيفيكت او فورس داتا او فورس ريبورت. ايه فورس ريبورت ده ولاد او الفورس ريبورت انا قلت لكم ميديكال سيرتيفيكت. الفورس داتا اللي هي مثلا ايه دي بنشوفها طبعا كتير جدا انا استاذ مساعد تمام. فانا اعمل ايه استاذ دكتور شريف صلاح غالب مش عارفه ايه استاذ السموم الاكلينيكيه ها وفي الاخر بعد كل ده مين مساعده هي مين في الاخر ها يبقى حاطينها في الاخر عشان فاكرين بس ايه مش مين لا انا لسه مين تمام. بقى تختلف ليه لان ما ينفعش انا اخد الفيس بتاع ايه استاذ فهم بيتحايلوا عليها. حاجه كمان مشهورين مثلا ايه واحد مش متقفل خالص فيجي يكتب دكتوره شيرين كذا 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 تمام دكتوره طب شرعي وسموم اكلينيكيه طبعا ما فيش دكتوره طب شرعي طب شرعي هموت مين يعني ولا هشرح مين لا دكتوره ممكن سموم او كده دكتوره سموم مش عارفه ايه طب قصر العين وانا مش متعينه خالص بس انا اخد دكتوراه من قصر الاصل ايه فاجي اما حد يجي يعدي عليا بتوع النقابه انا اخد دكتوراه من قصر لا بس انتي المنطق كده الناس وهي ماشيه فاكراكي استاذه في القصر في فرق معلش انا ما بخدعش انا مش بقول ان استاذ في القصر ارد لكم ايه كده استاذ في القصر بيبقى بيهوي دي اغباء يا اولاد يعني العياده بتبقى ولا واحد واستاذ تاني كان في اكاديميه الجيش ومش عارفه في الشرطه ومش عارفه بره ولا في المراكز البحثيه حتى وكان ايه قد كده يعني عمليه مش عمليه انك انت استاذ في القصر الناس هتجري عليك زي النمل وال ابدا ابدا خلاص هي بس اتراكت عارف انت تبقى اتراكت واحد الاول وبعد كده هيعرفوا كده ازاي ايه العمليه بسيطه يعني. طب ومش مسموح انك تعلن في البريس يقول لك مش مسموح انك تعلن في الجرايد بس خلي بالك انا حتى في كتابي في غلطه انت مسموح لك تعلن انا كاتباكو جيب ريزن فور مسموح لك انك تعلن في الاهرام او الاخبار او كده اه مسموح لك ثلاث مرات فقط انا كتبت اصلي فولس هي المفروض ترو مسموح لك تعلن ثلاث مرات اه ثلاث مرات فقط حددوا كده ثلاث مرات في نفس الجريده في النقابه قالت كده اشمعنى ثلاثه ما اعرفش ثلاث مرات في نفس الجريده او ثلاثه في جرائد مختلفه مسموح لك انك تعلن يعني اول ما تفتح العياده عيادتي في الحته الفلانيه طبعا ما بيفتحش ده بيعلنوا 50 مره يعني ما احنا بس هي دي قوانين النقابه ثلاث مرات فقط تعلن عن نفسك في البريس في التلفزيون انك المعامل مش عارفه يعلنوا في التلفزيون طبعا انا بتكلم قوانين قايله ايه اللي بيحصل غير كده خلاص اوكي. طب يبقى احنا كده خدنا صفحتين فاضل لنا بس صفحتين بكره ميرسي وبكره ان شاء الله احنا هسالكم بالطب السيكولوجي والبريجننسي والدليفري والابورش بتوع الراوند الثاني خلاص. Thank you.